السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامج زملكاوي على قناة نادي الزمالك. سعيد جدا بوجودي معاكم النهاردة. إن شاء الله تكون حلقة مميزة. هيكون معانا بعد قليل في الجزء الأول من حلقة النهاردة كابتن حسام عبد المنعم. كابتن حسام عبد المنعم يمكن قليل الظهور، يعني كابتن حسام عبد المنعم يبقى واحد يعتبر جاب دوري للزمالك بهدفه التاريخي في مرمى النادي الإسماعيلي، واللي كنا بنحتفل من أيام قليلة بذكرى هذا اللقاء والفوز التاريخي على النادي الإسماعيلي وهزيمة النادي الأهلي أمام إنبي، واللي حسمت الدوري العام لصالح نادي الزمالك، واحد من أفضل وأمتع الدوريات اللي حصل عليها نادي الزمالك عبر تاريخه، لأنها كانت بطولة صعبة جدا وكان متأخر بفارق كبير عن النقاط، ثم استطاع أنه يفوز على النادي الأهلي ويفوز في جميع مبارياته وليصل للفوز ببطولة الدوري العام. في الجزء الثاني هيكون معايا الصحفيين المحترمين الأستاذ مصطفى الجويلي رئيس المنظومة الإعلامية داخل نادي الزمالك، والصحفي والناقد الرياضي الكبير باليوم السابع الأستاذ عمر الأيوبي. عندنا أخبار كتيرة، عندنا أيضا يعني أخبار فرقة الزمالك، هنتكلم على سكواد الزمالك السنة اللي جاية، كمان تم تحديد مباريات مصر في تصفيات كأس العالم، شيء مهم جدا بيهمنا كلنا كمصريين، لأن احنا بنأمل في الوصول لكأس العالم بشكله الجديد بكمان بتسع منتخبات، ويمكن كمان يبقوا 10 منتخبات من القارة السمراء. فرصة كبيرة جدا لوصول منتخب مصر لكأس العالم القادمة في كندا والمكسيك وأمريكا بإذن الله. طيب، عايز أبتدي معاكم بحاجتين. إحنا هنا دورنا في قناة نادي الزمالك إن إحنا نلقي الضوء على كل واحد بيجيب سيرة الزمالك، خصوصا سيرة بالباطل أو كلام غير حقيقي بيترمي وللأسف الناس بتصدقه. طيب، انتوا عارفين ان من فترة كبيرة كانت في يعني مباراة في كأس الأمم الأفريقية، وفي نفس التوقيت بعد وصول مصر لنهائي كأس الأمم الأفريقية كان النادي الأهلي بيلعب في كأس العالم للأندية. طبعا تضارب غير طبيعي من الاتحاد الأفريقي أو من الاتحاد الدولي إنه يعمل كأس العالم للأندية في نفس توقيت كأس الأمم الأفريقية. وطبعا في ذاك الوقت النادي الأهلي ظلم صراحة يعني، وقلنا هذا الكلام في التوقيت ده، ما ينفعش بطولتين كبار يخشوا في بعض ويتحرم النادي الأهلي من لعبته. لكن في النهاية لو احنا عملنا مقارنات بين الأهلي ومنتخب مصر أو الزمالك ومنتخب مصر أو أي نادي، خصوصا في الماتشات الرسمية الكبرى، أكيد منتخب مصر هو اللي كفته يعني بترجح. للأسف النادي الأهلي اتحرم من لعبته في المباراة الأولى، ولكن ربنا وفقهم وكسبوا المباراة الأولى أمام بطل المكسيك. ومنتخب مصر للأسف خسر المباراة النهائية أمام المنتخب السنغالي. كان ترتيبات غريبة كده ولا منطقية. الزمالك ملوش علاقة بالقصة خالص، ولا من قريب ولا من بعيد. ثم في شهر 9 اللي فات، احنا خلاص بكرة شهر 9 ان شاء الله، في شهر 9 اللي فات نادي الزمالك تم تحديد مباراة لنادي الزمالك امام بطل تشاد يوم 18/9، مباراة هتكون خارج الارض، ويوم 25/9 مباراة العودة، وده كان تم تأجيلها بسبب مباراة لوسيل اللي كانت هتقام في قطر في ذاك الوقت، وكانت قبل كأس العالم بشهرين، كان أمام فريق الهلال في السوبر المصري السعودي. للأسف الاتحاد الأفريقي برضو بوظ الدنيا، عمل ماتش الزمالك في توقيت الفيفا ديت، يعني توقيت المباريات الودية للمنتخبات، وكان أجل الماتشات الرسمية لشهر 3 على ما أتذكر، وكانت أول مباراتين لمستر روي فيتوريا بيتولى فيها المسؤولية بعد رحيل الكابتن إيهاب جلال، وتولي مستر فيتوريا المسؤولية. الماتش المنتخب مصر عنده ماتشين،
المعسكر هيبتدي يوم 21، المباراة الأولى هتكون يوم 23، والمباراة الثانية هتكون يوم 27. المباراة الأولى كانت أمام ليبيريا على ما أتذكر، قالوا كده أتذكر معاكم، المباراة الأولى كانت أمام النيجر، كانت يوم 23/9 وانتهت بنتيجة 3-0 لمنتخب مصر. في ذاك الوقت نادي الزمالك قال يا جماعة أنا عندي ماتش مهم مع تشاد، وده مؤهل لدوري المجموعات، ففي 5 لعيبة أو 6 لعيبة في منتخب مصر، فاحنا عايزين اللعيبة. فطبعا الماتش كان في النص، يعني 23 ماتش منتخب مع النيجر، 25 ماتش الزمالك مع تشاد، 27 ماتش منتخب مصر مع ليبيريا. طبعا النيجر وليبيريا فرق تصنيف رابع في القارة السمراء، وكمان دي مباراة استعدادية، مفيش أي مباراة رسمية غير في شهر 3، وبعد كده هيكون في كأس العالم في قطر، وكمان بعد كده الزمالك مش هيلعب أي ماتش في أفريقيا إلا في شهر 2 في دوري المجموعات في حالة صعوده. الزمالك طلب اللعيبة من مستر روي فيتوريا، أنا عندي ماتش رسمي وأنت عندك ماتشات ودية وماتشات مع النيجر وليبيريا يعني. فالدنيا قامت وما قعدتش على السوشيال ميديا، على الله تدوا اللعيبة للزمالك. فبعد كده اتخذ قرار ان مش هندي اللعيبة للزمالك. ايه اللي هيحصل؟ اللعيبة بتاعت الزمالك هي لسه لعبة يوم 18 ولسه راجعة من السفر، سفر طويل، بعديها تاني يوم دخلوا معسكر المنتخب. قرر مستر روي فيتوريا ان لعيبة الزمالك تلعب يوم 23، تلعب يوم 23 مباراة النيجر، وبعد المباراة بالليل يروحوا يتمرنوا مع الزمالك يوم 24، وبعد كده يلعبوا يوم 25. ايه اللي حصل؟ ان مستر روي فيتوريا رفض انه يسيب لعيبة الزمالك، وقرر انه يسيب 2 لعيبة فقط من اصل 5 لعيبة كانوا موجودين في المنتخب، او 5 او 6 لعيبة كمان، وساب 2 لعيبة، زيزو ومحمود حمدي الونش. زيزو ومحمود حمدي الونش، لا، وزيزو ومحمود حمدي الونش لعبوا المباراة الاولى يوم 23، يعني لعبوا يوم 23 والزمالك هيلعب بعديها بيومين. طيب هل نكتفي بكده؟ لا، بعد ماتش يوم 25 خلص الماتش، اتوجه زيزو ومحمود حمدي الونش للمنتخب مرة أخرى، وكانوا متواجدين على دكة البدلاء في ماتش ليبيريا. في ماتش ليبيريا. إذن لعيبة الزمالك روي فيتوريا ما رضاش يسيبهم، لعيبة الزمالك كان عندهم ماتش رسمي، لعيبة الزمالك لعبوا ماتش النيجر الأول ورجعوا راحوا لعبوا مع الزمالك ورجعوا لعبوا الماتش التاني. خلاص فوجئنا يعني كابتن ضياء السيد شخصية محترمة وناس كتير بتتكلم في هذا الموضوع، النادي الاهلي طلب انه اللعيبة تتساب دلوقتي. الفرق بقى ايه؟ ان منتخب مصر عنده ماتش رسمي مش ودي مع اثيوبيا اللي كسبتنا، وعنده ماتش بعد 4 أيام مع تونس، وماتش الأهلي مع اتحاد العاصمة يوم 15، يعني مش داخل في النص ما بينهم خالص. يعني ممكن لعيبة المنتخب مصر تخلص المباراة وينضموا للنادي الأهلي طبيعي ويسافروا ويقعدوا يومين ويلعبوا الماتش التالت. هنا يا جماعة المقارنات، نفاجأ بالكابتن ضياء السيد يقولك لازم يكون في عدالة ما بين، وقبل كده فيتوريا ساب اللعيبة، مش حقيقي الكلام ده، الكلام ده مش حقيقي. احنا عايزين كل الناس تكون مع الزمالك ومع الاهلي، بس قبل الزمالك والاهلي نكون مع منتخب بلدنا. منتخب بلدنا هو الاهم، منتخب بلدنا اهم من نادي الزمالك واهم من نادي الاهلي. لازم نكون مساندين للمنتخب، عنده مباراة رسمية مع اثيوبيا ومباراة ودية قوية جدا مع منتخب من اقوى المنتخبات القارة وهو منتخب التونسي، مش مع ليبيريا ونيجيريا ونيجر. ورغم كده بنلاقي حاجات غريبة هنا،
هجوم على الكابتن حازم امام عضو اتحاد الكوره عشان تدخل وسمح لاتنين لعيبه يخرجوا في النص رغم ان هم لعبوا المباراه الاولى وهيلعبوا المباراه الثانيه ويخرجوا في النص يلعبوا ماتش مع الزمالك. وهنا هيسمح لم يتم اخذ معظم لعيبه الاهلي وهيسمح بوجود عبد المنعم بس في ماتش تونس واللعيبه كلها ترجع للنادي الاهلي رغم ان هو ما فيش تداخل في المعسكر 8 و12 وماتش الاهلي يوم 15 وعلى بعد ساعتين يعني حاجه قريبه جدا يعني. طيب الاقوى كمان يا جماعه ان في لعيبه دوليه في منتخبات افريقيه بتلعب للزمالك وللاهلي. محدش يقدر يقول لهم سيبوا اللعيبه. يعني ما مثلا بيرسي تاو ما اقدرش اقول لبيرسي تاو سيب منتخب جنوب افريقيا وتعالى، ما اقدرش اقول لعلي معلول تونس سيب منتخب تونس وتعالى، اليو ديانج ما اقدرش ما تسيبش مالي وتعالى، احنا بنقعد نتشطر على هنا على بعض على هنا على منتخب مصر ونقفل بقنا على منتخب جنوب افريقيا وتونس وكده لان ما لناش قانونيا ما لناش. اهم الاهم بقى كمان يا جماعه ان اتحاد الكره المصري في الوقت اللي فات ده لعب ماتشين للزمالك في كاس مصر في وقت المنتخب الاولمبي بيلعب دوره الامم الافريقيه في المغرب المؤهله لاولمبياد باريس. واحنا عندنا مشكله في السكواد وفي اللعيبه. وعندنا ثلاث لعيبه بيلعبوا اساسيين يعني بيشاركوا كلعيبه اساسيه. او بيبقى لهم دور في الشوط الثاني او طفل. حسام عبد المجيد اللي موجود دلوقتي في منتخب مصر الكبير وحاتم سكر ومحمد طارق. الثلاثه موجودين في منتخب مصر. قرر الحاج عامر حسين ان الزمالك يلعب مباراه وكمان يلعب مباراه تانية رغم ان كان النادي الاهلي لسه ما لعبش ولا دور 16 ولا دور 8. فقرر ان الزمالك يلعب الماتشين بدون لعيبته. الزمالك يحق لي انه ياخد حسام عبد المجيد وحاتم سكر ومحمد طارق بقوانين الاتحاد الدولي اللي هي ما بتعترفش ببطوله الامم الافريقيه تحت 23 سنه وما بتسمحش للعيبه ان هم يتاخدوا من انديتهم سواء في بطوله الامم او في دوره اولمبياد نفسها، بدليل ان مصطفى محمد هداف كاس الامم الافريقيه رفض نادي جلطة سراي الاستغناء عنه واعطائه لمنتخب مصر في اولمبياد طوكيو. محمد صلاح ليفربول رفض تماما استعانه منتخب مصر بمحمد صلاح. وبالتالي يا جماعه ورغم كده الزمالك وافق ولعب ماتشين في كاس مصر وربنا وفقه في المباراتين وكسب ووصل للدور قبل النهائي عشان يتقابل مع بيراميدز في الدور قبل النهائي. وبالتالي يا جماعه ارجوكم اما نسرد الاحداث نقول الحقيقه ونقول الارقام وما يبقاش عندنا شيزوفرينيا. مره نهاجم حازم امام عشان سمح باتنين لعيبه يخرجوا في النص رغم ان هم لعبوا المباراه الاولى وهيتواجدوا في المباراه الثانيه ونطالب بان احنا يكون في عداله واساسا مفيش تداخل في المعسكر هو 3 ايام بعد نهايه المعسكر وفي كمان في لعيبه هتلعب ماتش اثيوبيا وبعد ماتش اثيوبيا هينضموا لنادي الاهلي وهيكون في فارق اكتر من اسبوع يعني يوم 8 والماتش اللي بعد كده يوم 15 للنادي الاهلي وفي مدينه قريبه مدينه الطائف وعلى نفس الملعب اللي كان بيلعب عليه الزمالك ماتشاته في البطوله العربيه امام الاتحاد المنستيري وامام الشباب وامام النصر السعودي. ده بالنسبه حقنا ان احنا ندافع عن نادينا ونقول الصح لان للاسف اللي بشوفه على السوشيال ميديا كلام لا منطقي بالمره. نروح لحاجه تانية وهي برضو بعد رحيل المستشار مرتضى منصور. كان في عداوات ما بين مجلس اداره النادي الاهلي ما بين المجلس اللي بيترأسه مستشار مرتضى منصور اللي استقال والمستشار مرتضى منصور اللي اتعزل واتحبس قبل كده. تمام؟ مشي المجلس مشي المستشار مرتضى منصور بنفاجأ ببيان من النادي الاهلي بيتكلم على هو الزمالك هيشارك ما معناها يعني احنا مش عايزين بطولة مستحدثة ولو عملتوا بطولة مستحدثة ومفيش سوبر مش هنلعب فيه وأين عقوبة نادي الزمالك بمعنى أصح يعني كلام من هذا القبيل. جماعة إحنا مش عايشين في اللالا لاند. إحنا عايشين في مصر بنشوف الأحداث الرياضية بنسمع بنشوف وبنعلق. أولاً
موقف الزمالك من الانسحاب من السوبر كان موقف دفاع عن حق، لان فعلا اتحاد الكوره والنادي الاهلي نفسه طلعوا غلطانين هما الاثنين، رفعوا قضيه من في المحاكم المدنيه النادي الاهلي ولجنه التظلمات باتفاق من اتحاد الكوره في ذاك الوقت، وفاكرين الاتفاق دوت، رفضوا انه يعاقبوا كهربا المعاقب 12 ماتش وراحوا للمحاكم المدنيه. النادي الاهلي بعد ما السوبر انتهى راح سحب القضيه وقال خلاص انا بنهي الخصومه، وبعد كده بعد ما الدوري خلص خالص لجنه التظلمات راح مطلعه قرار بايقاف كهربا بدل 12/6 وخفضوا له الغرامه. اذا الزمالك كان صح مش كان غلط. طيب الزمالك انسحب، طيب انا تم استحداث بطوله جديده. البطوله الجديده دي اما بتيجي اعمل بطوله مثلا سوبر بدل فرقتين بقى بيبقوا اربعه، دي بتبقى مرتبطه بالشركات الراعيه. يعني مثلا في اسبانيا السوبر اعتقد الاسباني بقوا من اربع انديه وبيتلعب في المملكه العربيه السعوديه لاسباب مرتبطه بالرعايه وبالفلوس اللي بتدفع. تمام، نفس القصه بالنسبه للسوبر الايطالي. يعني بتحصل وحصلت قبل كده اكتر من مره. طيب انا كنادي مصري باجي اعترض على اتحاد الكره المصري او رابطه الانديه ان هم استحدثوا بطوله ومش عاجبني استحداث البطوله ده. في نفس الوقت اما يجي الاتحاد الافريقي يستحدث بطوله ويعمل بطوله اسمها السوبر ليج واحنا مزنوقين وعندنا ماتشات دوري وعندنا ماتشات في افريقيا ابطال الدوري وعندنا الكونفدراليه وعندنا كاس الامم الافريقيه وعندنا 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 تصفيات كاس العالم وعندنا ماتشات قد كده، نروح احنا مع لا احنا مع الاتحاد الافريقي يستحدث زي ما هو عايز ويزود بطوله تانية زي ما هو عايز، لكن اوعى اتحاد مصر تعمل بطوله جديده انا كده كده مش هشارك فيها لان انا مزنوق. طب والاتحاد الافريقي اللي استحدث بطوله، اه لا انا موافق، اي حاجه هيتم استحداثها انا موافق، الاتحاد الاسباني استحدث بطوله انا موافق، ليه؟ لان الاتحادات هناك اقوى من الانديه. الاتحادات هناك كلمتهم هي اللي بتمشي. طيب نرجع تاني. الزمالك انسحب. عليه عقوبه في ماتش السوبر. اولا لغايه دلوقتي مفيش مباراه سوبر، ليه؟ لان لغايه دلوقتي مفيش بطل مصر في الدوري هو الاهلي. كاس مصر لسه ما انتهاش. كاس مصر لسه مباراه مع الزمالك وبيراميدز ومباراه تانية بين الاهلي وامبي، وبعد كده الكسبان من هنا مع الكسبان من هنا يلعبوا المباراه النهائيه، وبعد كده يتم تحديد المباراه النهائيه، وبعد ما تنتهي ونعرف مين بطل الكاس يتحدد السوبر. السوبر اللي فات كان الزمالك بطل دوري وكاس، والاهلي لم يكن بطل ولا دوري ولا كاس ولكن شارك لان اللائحه بتقول كده. طيب هل انسحاب نادي الزمالك انسحاب كده يعني كبر دماغه قالك انا هنسحب، ولا بناء على انك في عقوبه على لاعب لم تنفذ؟ اتحاد الكوره بوظ المعايير، النادي الاهلي رفع قضيه مدنيه وهو لا يحق له كل دوت، في الاخر اللي يتعاقب الزمالك؟ طيب بلاش ده، يتعاقب الزمالك. هسالكم سؤال، الم ينسحب النادي الاهلي من كاس رابطه الانديه او كاس الرابطه؟ هو النادي الاهلي مش كان عنده مباراه مع النادي المصري البورسعيدي، والنادي الاهلي كان عنده مباراه وتم اجراء قرعه ومندوب النادي الاهلي حضر القرعه، وبعد كده تم تحديد المباراه مع النادي المصري البورسعيدي في توقيت الفيفا ديت، توقيت ماتشات كان مصر هتلعب مع ملاوي، ويعني مفيش اجهاد ولا في اي حاجه لان كده كده اللعيبه هتلعب تاني يوم، والنادي الاهلي طلب تاجيل اللقاء من الرابطه وقال له اصل المعايير واللوائح بتقول كده، فالرابطه ردت على النادي الاهلي وقالت له لا احنا كاس الرابطه ده بيتلعب بدون اللعيبه الدوليه، والسنه اللي فاتت انت يا نادي الاهلي لعبت بالناشئين فلا يحق ليك ان انت تطلب التاجيل والمباراه في ميعادها. راح النادي الاهلي قال لك انا مش لاعب وقرر انه يعتذر عن البطوله. أين عقوبة النادي الأهلي؟ لو النادي الأهلي بيطالب بعقوبة الزمالك في السوبر
فانا من هنا بطالب، اين عقوبة النادي الاهلي من انسحابه في كاس الرابطة؟ يا جماعة هو القوانين دي بالمزاج؟ هو انا اما اجي اطلع بيان اقول فين عقوبة الزمالك وانا اساسا منسحب من بطولة رسمية تحت اسم الرابطة، رابطة الاندية، بطولة رسمية، والبطولة دي مؤهلة لكاس النخبة. يعني الطبيعي ان لو في كاس نخبة النادي الاهلي ما يشاركش ولا الزمالك يشارك. الزمالك انسحب من السوبر والنادي الاهلي انسحب من الرابطه، فالاثنين يتعاقبوا والاثنين ما يشاركوش. ما هو لو هو بمنطق العدل، ميزان العدل، الحق، اللي بينسحب يعاقب، اللي انسحب من كاس الرابطه يعاقب، اللي انسحب بكاس السوبر رغم ان كاس الرابطه ما كانش فيه اي معنى للانسحاب، ما فيش حد داسلك على طرف او قضيه انت بتدافع عنها، لكن في كاس السوبر كان فيه قضيه وكان فيه قصه وكان كهربا وحكايه وروايه. فهنا السؤال يا جماعه، بأي منطق، بأي عقل، بأي لوائح، بأي قوانين احنا بنتكلم؟ انا الصراحة مش فاهم اي حاجة. وامتى ميزان العدل هيكون واحد وميزان الحق الناس تشوفه بعين واحدة، ما يبقاش كل واحد بيشوفه بعين الفانيلا وبعين الانتماء؟ انا هنا في قناة الزمالك بقول حق ربنا، ولو احنا كلنا لازم نكون في ظهر الاندية المصرية، فلازم الاندية المصرية تكون في ظهر بعض بقى. لو احنا كلنا في ظهر النادي الاهلي، يا ريت النادي الاهلي يبقى في ظهرنا كلنا برضه، ما يبقاش بيطالب اوعى اللعيبه تروح للزمالك ويخلوه مع منتخب مصر، اوعى اللعيبه تروح للمنتخب ويخلوه مع النادي الاهلي. حاجه لا منطقيه للاسف. دي كانت يعني نقطتين مهمين. النقطه الثالثه والاهم، ان في انتخابات في نادي الزمالك وهيتم فتح باب الانتخابات. في دلوقتي خناقات، وخناقات قويه جدا، وكواليس كتير ما يعرفوهاش، وممكن كتير من الحاجات اللي انا اعرفها ما اقدرش اقولها، لكن في محاولات لايه شغل انتخابات. وبكره بقى ممكن تلاقوا شويه مظاهرات كده عند مكتب عماد البناني، الدكتور عماد البناني، الناس اللي بتدير. في النهايه ده راجل موظف جاي 50 يوم، بقى ده اهلاوي، والناس تقول لك ده اهلاوي ما اعرفش ايه، ده جاي 50 يوم، راجل طول عمره في الوزاره، جاي 50 يوم، اول قرار ليه اقامه الانتخابات يوم الاحد، باب الانتخابات هيتفتح، نادي الزمالك هيجيله ناس محترمين هيتقدموا للانتخابات، النادي على منصب الرئيس، على النائب، على امين صندوق، على عضويه مجلس الاداره، فوق السن، تحت السن، في النهايه هيجي جمعيه عموميه تنتخب، ويكون عندنا مجلس منتخب يوم 20 اكتوبر. ارجوكم بلاش مشاكل، بلاش خناقات، بلاش كلمة زملكاوي وأهلاوي، لأن لو احنا بنتعامل بالمنطق دوت، لأ، عندنا زملكاوية كتير داسوا على النادي، بوظوا النادي، خربوا النادي، إما بيتولوا مناصب في مناطق أخرى بيدوسوا على النادي عشان يبان إن هم محايدين. فالقصة مش زمالك وأهلي، القصة موظف عمومي جاي بيشتغل لمهمة معينة، محدش ماسك عليه حاجة، لكن للأسف اللي بيحصل ده شغل انتخابات جامدة جدا، ناس معه وناس ضد، ناس معه وناس ضد. أتمنى إن القصة دي تنتهي، وهتنتهي، وافتكروا كلامي، أول ما يتم فتح باب الترشح يوم الحد اللي جاي تقريبا أو الاثنين مش فاكر، يوم 4/9، هتبتدي الألسنة تسكت شوية، وهيبتدي الناس تركز على موضوع الانتخابات. عايز اكون معاكم صريح، وده اللي انا هروحه في السكواد بتاع الزمالك. الزمالك يا جماعه، قولا واحدا، انا ما بحبش اضحك عليكم ولا اعشمكم بشيء، الزمالك مش هيقدر يجيب صفقات في الفتره دي، والفتره في يناير يكون الموضوع اتحل، ويكون في مجلس منتخب، ويكون في حلول ماليه عشان الزمالك يقف على رجليه. الأهم دلوقتي في الوقت دوت 3/9 ماشي، الأهم دلوقتي إن الزمالك يدفع فلوس اللعيبة المتأخرة في اليد، في الطايرة، لعيبة الكورة، زيزو، التجديد مع فتوح، نديله فلوسه القديمة، صبحي، نحافظ على اللي موجود دلوقتي، وما نزودش أعباء مالية علينا، لأن في النهاية الزمالك عليه 1,400,000 دولار. طيب 1,400,000 دولار اساسا
كهربا المفروض يدفع للزمالك خلال شهرين ثلاثة عشان ما يتوقفش 2,400,000 دولار. ده حل من الحلول ممكن يكون في يناير. تمام. السبورتنج لشبونة رافض انه يقسط، وبالتالي احنا لازم نشوف الصح ايه والبداية الاهم ايه ثم الاقل اهمية ثم الاقل اهمية. طيب نمرة 2، انا عندي من دلوقتي 14/9 لغاية شهر يناير هم 3 شهور ونص، مش هنلعب فيهم ماتشات كتير، لان اولا عندنا في شهر 11 استحقاقات تصفيات كاس العالم، عندنا ماتشين مع النايجر، مع جيبوتي سوري هنا، ومع سيراليون هيتلعب بره ولسه لم يتم تحديد الملعب، وعندنا ايضا ماتشات هتتأجل كتير، وعندنا كأس الأمم الأفريقية في يناير، ودوري المجموعات في شهر 2، والدوري المصري تقريبا ثلاث ارباعه، يعني او يعني لو في 34 اسبوع مثلا هتلاقوا مثلا اتلعب لغايه شهر يناير مثلا 10 اسابيع مثلا، والباقي 24 اسبوع هيكونوا بعد شهر 2 او بعد بطوله الامم الافريقيه. ففي السكواد الاهم في الاضافات هيكون في يناير من وجهه نظري، خصوصا ان الزمالك ما عندوش قدره على جلب لاعبين حاليا بسبب قفل باب القيد. جربنا قفل باب القيد قبل كده مره صيف وشتاء وخدنا دوري وكاس. طيب دي الحقيقه اللي على ارض الواقع اللي لازم تعرفوها كلكم. الزمالك اتفق مع 3 4 لعيبه، اتفق مع 2 لعيبه اجانب، لكن مش هيقدر يجيب اللعيبه دي دلوقتي الا في يناير، الا بقى لو حصلت معجزه خلال ال 14 يوم اللي جايين دول، الاسبوعين اللي جايين دول، وواحد رجل اعمال يدفع فلوس كده ويبقى ياخدها بعدين، يدفع جزء يتبرع بيه للزمالك لو حصلت المعجزه. واحنا ما بقيناش في زمن المعجزات دلوقتي. تمام؟ ده بالنسبه لنادي الزمالك، لكن سكواد الزمالك ايه؟ احنا شفنا الزمالك في البطوله العربيه بالسكواد قدم مباريات كبيره جدا امام لعيبه كبار جدا جدا جدا. السكواد ده هيتضاف عليه محمود علاء، وهو خبرة كبيرة جدا كمدافع وكهداف وكلاعب منتخب مصر وكلاعب مع الزمالك في بطولة افريقيا. هيتضاف لسكواد الزمالك يوسف اوباما، تمام، وهيتضاف حمدي علاء. دول 3 اضافات للزمالك، بجانب ايضا عودة مصطفى شلبي من الاصابة، وهو لعيب مهم جدا في طريقة لعب مستر أوزوريو، وكمان بعد على يناير أو فبراير يكون رجع لنا إن شاء الله في الجزء الثاني بعد كأس الأمم الأفريقية في المرحلة الأهم محمود حمدي الونش، هيكون رجع من الإصابة. بجانب أيضا إن في يناير يكون أضفنا 2 3 4 لعيبة عبارة ما نحل أمورنا المالية إن شاء الله بإذن الله. الزمالك يكون في أفضل حال، وهيكون في أفضل حال بالاستقرار، وبان يكون كل الزملكاويه في ظهر النادي في ظروف صعبه بيمر بيها الفتره دي. لكن انا متفائل والله بجد من الفتره اللي جايه، متفائل ان الزمالك السنه دي هيكون افضل، هيكون في استقرار افضل، استقرار مالي يحصل للعيبه اللي موجوده وتاخد فلوسها. انت ما بتدي اللعيبه فلوسها، اللعيبه بتلاقي ان انت ما بتديش فلوسها للعيبه جداد، انت ما تدفع الاول اللي عليك قبل ما تجيب لعيبه جديده. اما بتعمل استقرار مالي للعيبه بيحصل نوع من من الاستقرار النفسي للعيبه، اللي عليه ديون بيدفعها، اللي بياخد الفلوس المتاخره بياخدها. يعني احنا انا لو معايا فلوس دلوقتي مثلا، لو معايا 1,400,000 دولار، اروح ادفع الفلوس دي لسبورتنج لشبونه ولا ادفع الفلوس دي للعيبتي اللي موجوده دلوقتي وانا عندي فرصه ان انا افتح القيد في يناير، فادي اللعيبه اللي معايا دلوقتي الفلوس، ولا اجيب لعيبه تانية بالفلوس دي وابقى مطالب ان انا اديهم فلوس كمان، هم كمان مقدمات عقود وانا لسه ما سددتش الفلوس اللي عليا للعيبه اللي موجوده، او لزيزو اللي يعني ترك مبلغ كبير جدا جدا كان هيحصل عليه كلاعب، وكان في مبلغ كبير كان ممكن يجي الزمالك يحل قصص وحكايات. لكن ارتباط الزمالك وارتباط جمهور الزمالك بزيزو وارتباط زيزو بجمهور الزمالك خلاه يستغنى عن مبلغ كبير جدا 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 لا يستطيع احد رفضه. لما يكون لاعب هياخد في 3 سنين 10 مليون دولار، ده مبلغ لا تستطيع ان انت ترفضه.
وده اللي يودينا برضو ان مع القصه دي ابتدى ايه يتسرب الفتره الاخيره عقد زيزو، ومره واثنين وثلاثه. اللاعب الوحيد في مصر اللي جاب هذا الرقم والمبلغ ده مصطفى محمد، المتباع ما جابوش، ده اي رمضان صبحي المتباع للدوري الانجليزي ما جابوش الارقام دي. لكن زيزو لعيب طور نفسه، وطور نفسه لانه لعيب محترف، انه لعيب محترف بيعرف يطور من نفسه، بيعرف يركز، بيعرف يشوف ايه النواقص اللي عنده ويبتدي يشتغل عليها في التمرين، في الجيم، في الانفرادات، في التهديف. طور من نفسه بصوره كبيره جدا، ولعيب محترف بمعنى الكلمه، ولعيب جدع، ولعيب راجل، ولعيب ما بيجريش ورا الفلوس، الفلوس هي اللي بتجري وراه، لان هو بيموت نفسه في الملعب. وطالما بتموت نفسك في الملعب الفلوس بتجيلك، مش بتفرض مبلغ على النادي وانت ما بتقدمش حاجه. ده بالنسبه للفتره اللي جايه لنادي الزمالك باذن الله. عندنا بقى زي ما قلت لكم السكواد، سكواد قوي، لعيبه اكتسبت خبرات، في لعيبه زي عمرو السيسي هتشوفوه السنه الجايه، في لعيب زي عمر جابر هتشوفوه السنه الجايه. ولا انا بقول على صفقات مثلا، لا، كان في صفقات مضروبه، صفقات اي كلام بدايه الموسم اللي فات. عمر جابر بعيد، اصاباته كتيره، عمرو السيسي مش عارف يتأقلم، مصطفى شلبي كان مقشر في البداية وكان في ضغوط عليه وأول مرة يبقى في نادي شعبي. بنتكلم على يعني لعيبة كتير. دلوقتي إبراهيم أنضاي قعد 4 شهور مصاب، كل دول ابتدوا رجعوا للفورمة وابتدوا يكتسبوا الثقة. البطولة العربية بينت ان هم خامات طيبة جدا جدا، تعرضوا لضغوط وضغوط نفسية وذهنية ومالية الفترة اللي فاتت. كل الحاجات دي ان شاء الله باذن الله لعيبة تركز. عبد الله جمعة جات له فرصة من السماء انه لازم يمسك فيها، ويعرف ان كرة القدم بتعطي اللي بيعطيها. عبد الله جمعة خامة كويسة جدا، لعيب كويس، عنده امكانيات كويسة، كسر الدنيا مع كارتيرون وجاب بطولات وكان لعيب حاسم في مباريات كثيرة جدا جدا. لازم يرجع لمستواه، لازم يركز اكتر في كرة القدم الفترة اللي جاية. فتوح لو جددنا له هو صبحي هيزيد تركيزهم اكتر. فتوح لعيب زملكاوي بيحب نادي الزمالك، لكن محتاج فلوس زيه زي اي لعيب بيبحث عن مستقبله، بيبحث عن افضل ربح ممكن يجيله في عالم كرة القدم، لان كرة القدم اصبحت فلوس واصبحت مادة، لم تكن ولم كانت ولن تكن ولن تكون بعد كده انتماء. قليل قوي موضوع الانتماء، خلاص الماني توكس، الفلوس بتتكلم في كرة القدم على مستوى العالم. تعالوا يعني نادي الزمالك ان شاء الله بكره هيبتدي المعسكر، خلال ساعات من دلوقتي هيوصل سيف الجزيري وحمزه المسلوسي من اجازتهم في تونس، في بس ابراهيم انضاي وسامسون اكيونولا في اجازه هيرجعوا برضو الفتره اللي جايه. طبعا كمان عندنا مشاكل في بعض اللعيبه اللي موجوده، ممكن تمشي ممكن ما تمشيش، على خلال يناير نكون صلحنا الدنيا، شفنا القصه ايه. الزمالك كده كده عنده مكان فاضي لاجنبي بعد رحيل احمد بالحاج وعودته لاسوان مره اخرى. يعني عبد الواحد السيد بيعمل اجتماعات بشكل مستمر مع الجهاز الاداري من اجل الترتيب والتنسيق للفتره المقبله ومعسكر اعداد. وعايز اقول لكم يا جماعه، معسكرات الاعداد مش بالسفر لاوروبا، معسكرات الاعداد بالتركيز، بالاحمال، بالمستوى البدني، بالمستوى الذهني، بالرغبه، بالاراده. انا بكلمكم بجد يعني. وعندنا على فكره في مصر، انا من وجهه نظري عندنا اماكن رائعه لاقامه المعسكرات، جو رائع. انا لسه جاي من ايطاليا، يعني عايز اقول لكم ان كانت حر غير طبيعي في ايطاليا، بعديها تاني يوم برد وصواعق وحاجه غير طبيعيه، ومطر غير طبيعي وسيول وحاجه غير طبيعيه. فاجواء هنا عندنا اجواء رائعه لاقامه معسكرات، ملاعب، فنادق، اكل، جو،
شمس، حاجة جميلة جدا. إن شاء الله الزمالك يعمل معسكر رائع جدا بإذن الله مع مستر أوزوريو اللي حصل على كل فلوسه الحمد لله ومكمل معانا. أهم حاجة عايز أتكلم فيها كمان يعني مباريات مصر وفي كأس العالم، شيء مهمنا جدا جدا. مصر هتلعب مع جيبوتي من يوم 13 ل 21 نوفمبر، وسيراليون من يوم يعني مصر هتلعب مع جيبوتي ممكن 13 14، تلعب مع سيراليون يوم مثلا 20 21 مثلا. يعني بقى المهم في الماتشات، مصر هتلعب جيبوتي وبعد كده هتلعب سيراليون وبعد كده هتلعب مع بوركينا فاسو في شهر 6 ومع غينيا في شهر 6 وبعد كده هتلعب في شهر مارس 2025 مع اثيوبيا. يعني اثيوبيا اهميه مباراه اثيوبيا اللي هتكون بعد ايام قليله ان نفس الفريق ده معانا في تصفيات كاس العالم، يعني احنا هنلاعب فريق هيكون معانا في المجموعه في تصفيات كاس العالم. وبعد كده هنلعب مصر سيراليون، مصر اثيوبيا، بوركينا فاسو مع مصر، وبعد كده جيبوتي مع مصر، وبعد كده اخر مباراه هتكون مصر مع غينيا يوم 14 اكتوبر 2025، من 6 ل 14 اكتوبر. طيب ايه بقى المهم في القصه دي؟ خلي الجدول موجود كده يا جماعه. مصر وغينيا بيساو، مصر وغينيا بيساو هما الفرقتين الوحيدتين في المجموعه اللي تم اعتماد ملاعبهم. يعني بوركينا فاسو مش هتلعب على ملعبها، سيراليون مش هتلعب على ملعبها، جيبوتي مش هتلعب على ملعبها، اثيوبيا مش هتلعب على ملعبها. الاربع منتخبات دول ما عندهمش ملاعب صالحه لاستقبال المباريات الدوليه. واول ماتشين اللي هو مصر مع جيبوتي وبعد كده سيراليون مع مصر، سيراليون هتحدد ملعب مش في دولتها تلعب عليه مباراتها مع مصر. وبعد كده ممكن الدنيا تتغير لو بوركينا فاسو مثلا عملت ملعب، غيرت الشروط اللي حاططها الاتحاد الافريقي. لكن انا بقول لكم بوركينا فاسو مثلا من قبل التصفيات مثلا كانت بتلعب مع الجزائر من بدري بدري، وكان بتلعب مع الجزائر في المغرب. فبوركينا فاسو بتلعب ماتشاتها في المغرب والتصفيات اللي فاتت، ولغايه دلوقتي ما غيروش ملعبهم. وانا بقول لكم يعني معظم الفرق دي مش هتغير ملاعبها، يعني هتلعب على ملاعب خارج ملاعبها. فدي بيبقى نقطة ايجابية لمنتخب مصر ان هو مش هيروح يلعب مع الفرق خصوصا اللي بتنافسه زي بوركينا فاسو. اثيوبيا فريق رخم جدا على ارضه، وكمان اثيوبيا كمان يعني نسبة الاكسجين بتبقى عالية جدا فوق سطح البحر، مرتفعة جدا. وبالتالي هي بتلعب ماتشاتها في ملاوي، وماتش احنا لما لعبنا مع اثيوبيا في ملاوي اتغلبنا 2-0 مع الرقفة، وكان ماتش سيء من اسوأ الماتشات اللي لعبها منتخب مصر في تاريخه يعني. لكن هنستكشف اثيوبيا في ماتش اللي هو بعد شوية، وماتش رسمي لازم نكسبه ونتصدر مجموعتنا بجدارة واستحقاق. كمان عندنا ماتشات مهمة جدا مع بوركينا فاسو الفريق الاقوى في مجموعتنا واللي بينافسنا بقوة، لأن المجموعة دي يا جماعة الأول فقط هو اللي هيصعد. يعني احنا وكلها فرق في المتناول إلا بوركينا فاسو. بوركينا فاسو فريق محترم، فريق قوي جدا جدا جدا، فريق مش سهل يعني. كل التوفيق لمنتخب مصر فيما هو قادم بإذن الله. يعني دي كانت كل حاجة عندنا في بداية حلقتنا النهاردة. يعني مصطفى محمد خد لاعب الشهر في نانت الفرنسي، وده اللي هيودينا كده معاه لمصطفى محمد. ده لعيب الجمهور الزمالك كان زعلان منه، يعني انت الزمالك وافضل في الزمالك وما انتش ماشي، واللعيب كل تفكيره هو الاحتراف، حلمه انه يحترف. فاللعيب دوت صبر على حلمه، كان هيروح نادي فرنسي اترفض، راح جالاتا سراي لعب، بعد كده طلعوه إعارة، بعد كده راح نانت كسر الدنيا، بعد كده قعد على الدكة، وبعد كده قالك مش هنشتريه، وبعد كده اشتروه، وبعد كده بادئ الموسم بهداف الفرقة، 3 أهداف في الدوري الفرنسي، وجاب هدفين في موناكو، فريق قوي جدا، فريق محترم،
وبعد كده خد لاعب الشهر في نانت الفرنسي، فمشي بصوره كويسه جدا مصطفى محمد. عكس امام عاشور، امام عاشور راح 3 4 ايام هناك، الناس رفضته تماما وهو رفض يرجع. هي دي العقليه يا جماعه. ده لا، كل الناس تقولك امام لعيب كبير جدا، امام ما فيش زيه اتنين في البلد، امام لعيب رائع كامل كل حاجه تمام. طب اللعيب الرائع ده والكامل واللي بيلعب برجليه اليمين والشمال والشويط وكده، اما راح نادي في الدنمارك والدوري الدنماركي اللي هو من اضعف الدوريات في اوروبا، ليه ما تمسكوش بيه؟ ليه ما فضلش؟ ليه ما كسرش الدنيا؟ ليه ما استحملش شهر ورجع؟ ليه؟ لكن مصطفى محمد حلمه انه يحترف، وده اللي احنا شايفينه. محمد صلاح يتألق في تدريبات ليفربول، ولغايه دلوقتي بنسبه كبيره محمد صلاح باقي في ليفربول حتى الان. المنتخب الاولمبي هيلتقي مع روسيا ماتشين، هو عامل معسكر من 4 ل 11/9 هيكون في العين السخنه، وطبعا هيلعبوا ماتشين مع المنتخب الروسي باذن الله استعدادا لاولمبياد باريس، ودي اول مباريات الاستعداديه لاولمبياد باريس باذن الله. ثلاثي الزمالك طبعا زي ما انا قلت لكم قبل كده، ماجد هاني وطارق علاء دول لعيبه 2003 كان بيدربهم كابتن احمد عبد الرؤوف المدير الفني الحالي لبلديه المحله، فقرر انه يستعين بيهم ويكون متواجدين معاه السنه الجايه اعاره من نادي الزمالك، يكتسبوا خبرات ثم يعودوا نادي الزمالك، بجانب ايضا حسام اشرف اللي برضو احمد عبد الرؤوف عارفه كويس جدا، ممكن يكتسب خبرات ويكون متواجد الفتره اللي جايه في بلديه المحله ان شاء الله في الموسم الجديد، يكتسبوا خبرات ويرجعوا افضل ان شاء الله لنادي الزمالك. لجنه لتنقيه عضويات الزمالك في الانتخابات، العضويات مين اللي هيكون له حق التصويت ومين ليس له حق التصويت، في لجنه هتعمل دوت، وده اللي قاله معايا الدكتور عماد البناني امبارح في مداخلته معايا في قناه نادي الزمالك هو برنامج زملكاوي. دي كانت كل حاجه عندنا النهارده، تعالوا نطلع للفاصل ونستقبل بعدها كابتن الكبير كابتن حسام عبد المنعم، واحد من نجوم الزمالك في بدايه الالفيه الثانيه، واللي احرز كم كبير جدا من البطولات واحرز اهداف تاريخيه واهداف جابت بطولات مع نادي الزمالك، سواء في نهائي كاس مصر 99 او سواء في بطوله افريقيا او سواء في بطوله الدوري او سواء في البطوله العربيه، كان لعيب مهم جدا ولعيب مؤثر، وكان سيرد باك مدافع قوي جدا عنده كل مقومات، ضربات راس، شوط من بره ال 18، تكمله، تغطيه، كل حاجه كان مميز جدا فيها كابتن حسام عبد المنعم، هيكون موجود معايا بعد الفاصل. لقب بملك التغطية العكسية، هو واحد من أبرز رموز القلعة البيضاء عبر تاريخه، النجم الراحل يكن حسين. يكن حسين من مواليد 12 سبتمبر من عام 1934 في محافظة أسوان، وبدأ حلمه مع المستديرة في نادي الشباب النوبي بالقاهرة مطلع الخمسينات، وشغل مركز الظهير الأيمن بامتياز، كذلك قلب الدفاع. وأعلن الزمالك ضم يكن حسين في عام 1953 بعدما تألق بشدة بقميص منتخب مصر الأول في منافسات البطولة العربية، ولقبت جماهير الزمالك يكن حسين بملك التغطية العكسية لما كان يتميز به من قدرات فائقة في إفساد هجمات المنافسين والحد من خطورتهم والتغطية على زملائه في الخط الخلفي. وبدأت حكاية عشق بينه وبين أنصار القلعة البيضاء مع الوهلة الأولى، وصال وجال يكن حسين بقميص أبناء الفن والهندسة على مدار 19 عاما حتى اعتزاله المستديرة في عام 1974 وهو في 40 من عمره، وحقق خلالها عددا كبيرا من الألقاب وساهم في مزيد من التتويجات والكؤوس لنادي الزمالك، وكان ضمن الجيل الذهبي لأبناء القلعة البيضاء الذين ظفروا بدرع الدوري للمرة الأولى في موسم 1959-1960. واستمر يكن حسين لاعباً متألقاً بصفوف الزمالك حتى موعد اعتزاله في عام 1974،
حيث تألق بقميص أبناء مدرسة الفن والهندسة على مدار 19 موسما متتاليا، حصد الألقاب وجنى البطولات وساهم بقوة في صعود الفارس الأبيض على منصات التتويج قبل أن يحول وجهته إلى عالم التدريب بعد تعليق الحذاء وتولي القيادة الفنية لبعض الأندية الخليجية. وحمل هشام يكن راية والده وأكمل مسيرة تألقه في الملاعب بقميص الزمالك ومنتخب مصر ليكون واحدا من أبرز نجوم أحفاد الفراعنة في مونديال إيطاليا عام 1990. واقتحم يكن حسين عالم السينما بالمشاركة في فيلم الحسناء والطلبة، والذي قام ببطولته النجمين شكري سرحان وشويكار. ورحل ملك التغطية العكسية يكن حسين في 22 من ديسمبر من عام 2012 عن عمر يناهز 78 عاما، تاركا وراءه تاريخا حافلا ومسيرة أكثر من رائعة في تاريخ الزمالك، ليبقى واحدا من أبرز أساطير القلعة البيضاء. البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول عن قائمة الفراعنة لمعسكر سبتمبر، والتي شهدت تواجد أربعة من نجوم فريق الزمالك. وشهدت قائمة منتخب مصر تواجد رباعي الفارس الأبيض: الحارس محمد صبحي، والظهير الأيسر أحمد فتوح، وقلب الدفاع حسام عبد المجيد، والجناح الطائر أحمد زيزو. وسيتخلى المعسكر منتخب مصر مبارتين، إحداهما رسمية أمام المنتخب الإثيوبي في الجولة الختامية لتصفيات أمم إفريقيا، والثانية ودية تجمعه بنظيره التونسي. وكان المنتخب المصري قد نجح في بلوغ كأس أمم إفريقيا 2023 بعد تصدر مجموعته والفوز في الجولات الثلاثة الماضية توالياً. وينطلق معسكر أحفاد الفراعنة في 4 سبتمبر على أن ينتهي يوم 12 من الشهر ذاته بعد مواجهة المنتخب التونسي. نجوم الزمالك دائماً ما يكون نواة للمنتخبات القومية بجميع فئاتها العمرية، مساهمين للأبد في إنجازات وألقاب الكرة المصرية. ورجعنا لكم مرة أخرى، ومعايا ومعاكم طبعا كابتن كبير كابتن حسام عبد المنعم، واحد من نجوم نادي الزمالك في بداية الألفية أو نهاية الألفية الأولى وبداية الألفية الثانية، واحد من اللعيبة اللي خدت كم كبير جدا جدا من البطولات مع نادي الزمالك. كابتن حسام ازيك؟ كابتن خالد أخبارك ايه؟ كل ده فل يا كابتن، الحمد لله. وكان لنا الشرف طبعا ان انا اكون معاك طبعا حبيبي. كابتن التاريخي نادي الزمالك يعني، فالحمد لله كان لنا الشرف الحمد لله. احنا على طول كنا مع بعض ويعني سنوات من اللعب للزمالك، وكنا فريق يعني الحمد لله كنا بنايم افريقيا من المغرب زي ما بيقول صح. الحمد انت انضميت سنه كام يا حسين؟ انا انضميت 98 بعد طارق مصطفى لما انضم من نادي الزمالك من الشارع الدخان للزمالك على طول. السنه اللي ورا على طول في يناير ولا على طول بعديها على طول؟ على بدايه السيزون. على بدايه السيزون بالظبط. بدايه 98 وخدنا كاس مصر 98 او اخر 98 لما 99 لما كسبنا الاسماعيلي. وجبت انت جول؟ وجبت انا جول ده كان جول عالمي. الحمد لله فضل الله. هو ده صح كده؟ بالظبط. وده كان الماتش الزمالك مغلوب واحد تقريبا، احنا كنا خسرانين 1-0، كان محمد صلاح ابو جريشه، وكان مشالي اهو بره اهو، مشالي وتيجانا كابتن اسماعيل يوسف كل المجموعه وطارق مصطفى بره وكل يعني وادي الاستاد طبعا يعني. انا كنت في الماتش ده قاعد في المدرجات والله. مش عارف كنت مصاب تقريبا او كان نفسنا المنظر يبقى جميل يعني. بس على فكره انا واخد القرار ان انا هشوط يعني. بس جون عالمي. انت كنت في الوقت ده بتلعب في مكانك ايه؟ ستوبر. لا بجد والله؟ يعني انت في كنت سيرد باك؟ طيب هقول لك ايه اللي طلعك في الحته دي؟ ما انا هقول لك، هي الكره دي اصلا انا كنت بلعب انا وبشير وسامي الشيشين ورانا. كنت بتلعبوا 3-5-2؟ اللي هي الليبرو القديمه. انت سيرد باك، انت وبشير وسامي الشيشيني ليبرو. ليبرو
سامي شيشيني لو هم جابوا الكادر من الاول او اللقطه او بدايه الهجمه اصلا هتلاقي سامي شيشيني هو اللي الدهاني. يعني سامي شيشيني بيزيد وانا كمان زايد جنبه اهي. لا لا قبليها طبعا قبل ده. بس مش عارف نجيبها. لا يعني هي قبل دي كمان شويه. سامي شيشيني زاد في نص الملعب. بص يعني انا اصلا لعبتها في الاول يعني انا لعبت الطوليه الايمن. وبعدين كده اخش جوه ال 18 قلقت. لقيت ايمن وقف. فخفت ان هو يعني لقيته رجع لورا كده بعد ما حطيتها له. فانا انت عارف انا كنت بلعبها وقام طاير على جوه ال 18. فبعد ما لعبتها ولسه هروح لقيت ايمن وقف فقلت لو دي اتقطعت هتيجي علينا يا لهوي يعني. وكان يهمنا قوي ودايما ده انا بقولها حتى للعيبه يا كابتن ودايما بقولها حتى لما باجي احلل مباريات زمالك بقول دايما يهمني قوي انا كراجل مدافع ان انا ما يخشش فيها جول ان انا بتقايم كمدافع تقييم الناس تقييم الاعلاميين تقييم اللجان او ايا كان ان انا مدافع حته بقى اكسترا حته زياده بقى ان انت تحط جوان دي حاجه اكسترا من عندك دي حاجه زياده كرات ثابته انما مش مطالب منك ان انا وانا خسران 1-0 تقوم طالع الفتره دي المسافه وليبرو طالع وانا انت كمان طالع مفيش الا بشير بس انت اهم اهدافك ايه يا حسين؟ بص هو يعني انا دلوقتي ده طبعا ده هدف مهم جاب كاس مصر ده هدف ما هو كل هدف وليه قصه ده كان ده هدف كان رقم ما انا هقول لك ما كل هدف وليه قصه الهدف ده كان بعد هدف محمد صلاح ابو جريشة وخالد بيبو كان 1-0 علينا فالهدف ده خلى لك الموضوع رجع لك تاني لانه كاس مصر وكاس مصر وانت طلعت الشوط الاولاني ودايما برضه بقولها اللي كله بقوله ده بقوله ان انت طالع الشوط الاولاني وانت متعادل 1-1 مش خسران فكان عندك اللي انت الشوط الثاني الفرصه ان انت زي ما حصل بالظبط نزلنا الشوط الثاني سامي شيشيني ضرب بدماغه جول الثاني ثم طارق السعيد ختمنا اللي هو الجول الثالث تمام دي مثلا كاس مصر في الاسماعيلي برضه الهدف بتاعك بقى اللي هو بتاع الدوري 2002 وكسبنا الاسماعيلي بالعافيه 1-0 1-0 هو ده وده برضه دايما اقوله برضه للعيبه لحد اخر وقت يعني احنا ده دي اخر مباراه لينا الهدف ده كان في الدقيقه كام؟ الهدف ده كان في الدقيقه حاجه و30 من الشوط الثاني ياه يعني لغايه الدقيقه وده وانا ما اعرفش على فكره يعني في ناس بتيجي تقول لي ايه طب انت كنت عارف ان انتوا خدتوا الدوري او المباراه هناك الاهلي مثلا خسران 1-0 انا بجري انا معلش انا ما انا بجري فرحان انا ما انا جايب جون وفرحان وعندي هدف وعندي يقين بالله ان لو تلاحظ روزا كابتن احمد كان قال لنا هتاخدوا الدوري دايما يعني الدوري انا وش قلت لكم فكان عندنا اصرار ودايما ده برضه بنقله للعيبه حتى لعيبه نادي الزمالك لحد اخر مباراه العب حتى لو الدوري خلص الدوري بس عشان الناس تفتكره اتفضل كان الزمالك متاخر بقد ايه؟ لا احنا كنا بعيد 13 نقطه 13 بونت بالظبط عن النادي الاهلي وبس كان لينا ماتشات مباريات مؤجله بس لو حتى لو كسبت هيبقى النادي الاهلي فارق 5-6 بالظبط جيت انت رحت كسبان الاهلي كسبت الاهلي في الدور الثاني 3-1 بالظبط صح كده بالظبط فكانها بست نقط نعم وبعد كده النادي الاهلي تقريبا اتعادل ماتش فبقى النادي الاهلي فارق نقطه بس لو النادي الاهلي اتعادل مع امبي وانت كسبت نلعب ماتش فاصل لو الاهلي اتغلب وانت كسبت دي الحاله الوحيده اللي يعلن فيها الزمالك بطل الدوري بالظبط وده اللي حصل وده اللي بقوله ودايما بقوله خلي عندك هدف لحد اخر حتى في المباراه حتى في خلال المباراه 90 دقيقه ان انا لحد اخر وقت ما دام انا مدافع ما دخلتش فيها جون انا كده ناجح انا نجحت فكان دايما عندنا يقين ربنا سبحانه وتعالى ان انت لحد اخر وقت لا ربنا هيكرمك ففي خير فربنا كرمنا الحمد لله ان انت لحد اخر وقت احنا انا حتى الناس بتقول لي اقول لهم والله انا جبت الجون وانا فرحان بس هل انا عارف النتيجه هناك ايه؟ لا انا ما اعرفش النتيجه ايه يمكن احنا بس كلنا بس ده اكتر هدف علق مع الناس في تاريخك طب لكن في الدوري نفسه انت جبت كام جون بقى حسين؟ لا هو ما تعدش يعني هو في جون كتير بس ما تعدتش الصراحه يعني بس في جون كتير يعني انت فاكر جوان منها؟ يعني ممكن مع الزمالك حوالي 20 هدف او حاجه 20 هدف وغير الاتحاد غير المصري في اهداف يعني مع الفرقه اللي انت لعبت معاها في اهداف ثانيه لا انا مع الزمالك يعني ممكن ما يعديش ال 20 جبت مع في افريقيا؟ طبعا كان يوندي ماتش كان يوندي اللي هنا قبل ما نروح الذهاب اللي هناك 4-1 4-1 هنا انا جايب جول التعادل برضه جون التعادل كنا خسرانين 1-0 في القاهره ايوه صح الكره اتعملت اوفر راح هيثم فاروق راح رددها
جوه، ورحت انا حاططها بدماغي جون. واحد واحد. ايمن بعد كده ضرب الجزاء، ايمن عبد العزيز الجون الثاني ضرب الجزاء. نزلنا الشوط الثاني عبد الحميد بسوني، عبد الحميد بسوني والدوماني بركبته اللي لطشت في ركبته دي بارك الله. وانت الماتش، وانت الماتش اللي هناك اللي احمد صالح شاط فيك الكوره تقريبا. قول له احمد صالح دي ده الجون، ده الجون بتاع ايمن، وده الجون بتاع بسوني باين. ده بتاع عبد الحميد، ده بسوني بالظبط. وجونه فين طيب؟ لا هو جابوه اعتقد، ده الجون الثالث والرابع بقى. ده الثالث، بعد كده بقى الدوماني جاب الرابع بركبته كده. رزق بتاع ربنا كان مرزق، بسم الله ما شاء الله. بص اللانتو معموله ازاي، والراجل بيتحرك وبيحطها ازاي. انا نفسي عملت لك جونين تقريبا. ايوه انت عامل لي جون اوفر في القناه بالزبط. تقريبا ماتش القناه وبتاع القناه كان بالدماغ جون وراحوا شاتمني. انا بعمل لهم كده النهارده سته، فهم فاكرين ان انا بقول لهم النهارده هتشيلوا سته. فانا قصدي بقول لهم ان النهارده الجون السادس ليا. الله الله ربي، فلقيتهم بيشتموني فبعمل لهم مش ايه؟ مش فاهم. فجون انت عامله لي، وفي جون تاني اكتر من جون انت عامل لي كام جون يعني. بسم الله ما شاء الله يعني. بالظبط لا وفي افريقيا كان يعني انت جبت في ثلاث نهائيات. جبت جون في كاس مصر، نهائي كاس مصر. نهائي كاس مصر خدنا البطوله، ودي كانت اول بطوله ليا في النادي. بالظبط اخدها. على فكره كان ليها قصص وسريعه هنحكيها، هنحكيها. وجبت جون في دوري، في الدوري، في نهائي الدوري. نعم. وجبت جون في نهائي كاس الكؤوس الافريقيه، ودي اللي تاهلنا من خلالها كاس العالم للانديه. كاس العالم للانديه بالظبط، دي من المسمى القديم اللي احنا كنا بنلعبها البطوله بالزبط. دي بالظبط. كنا بنلعب جزيره رينيون وفي بطوله افريقيا. وكنا هنرجع بعد جزيره رينيون عندنا النهائي الاسماعيلي. فانا وكمونه بنقعد في اوضه واحده، بنقعد في غرفه واحده في معسكرات. واحنا في فرنسا في باريس، قلت له انا عايز اجيب جزمه نلعب بيها النهائي. وكنا هنرجع. طب معلش معلش انا هقطعك عشان الحكايه هتبقى لذيذه. بس معايا على التليفون كابتن حازم امام الصغير. جميل. كابتن حازم امام الصغير، وهو طبعا في قطاع الناشئين في النادي، والفرقه دلوقتي معسكره 2003 او 2005 معسكرين في الاسماعيليه، بيلعبوا ماتشات وديه مع النادي الاسماعيلي. كابتن حازم مساء الخير عليك. كابتن خالد ازي حضرتك؟ الحمد لله على السلامه. ازيك كابتن؟ الله يسلمك. ازي حضرتك حبيبي زوما؟ الله يخليك كابتن. بالتوفيق يا زوما. زوما قول لنا ايه الاخبار وطمنا. ويمكن انا كلمت ميدو كان سعيد جدا بيك، وكابتن اسماعيل يوسف، كابتن جمال حمده، وبالمعسكر وجبتوا لبس للعيبه مميز، ومعسكر على اعلى مستوى في الاسماعيليه. والله كابتن الحمد لله، يمكن الحاجات اللي حضرتك قلتها ديت حصلت فعلا. يمكن احنا كان بقى لنا فتره كنا بندور على لبس للقطاع كله، وكان الامور كانت صعبه شويه يعني. بس الحمد لله يعني بجهود ذاتيه كابتن اسماعيل يوسف وكابتن احمد حسام ميدو، الحمد لله قدروا ان هم يوفروا لبس للقطاع كله الحمد لله. يعني 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 كابتن احمد حسام ميدو وكابتن اسماعيل يوسف يعني جابوا لبس للعيبه بجهود ذاتيه، بعيدا عن بعيد عن النادي خالص. بعيد عن النادي. حضرتك عارف ظروف النادي دلوقتي، فهم ما استنوش ان يبقى في حد موجود او كده، فهم اتصرفوا يعني. لان احنا طبعا طالعين معسكر زي ما حضرتك عارف، زي ما حضرتك قلت دلوقتي، فلازم يبقى في لبس ولازم المنشئين يطلعوا معسكر كده يعني. فبصراحه هم اتصرفوا ولازم يبقى شكل النادي الزمالك كويس، فهم اصروا ان هم اللبس يجي قبل المعسكر يعني. واخبار المعسكر ايه بقى والماتشات الوديه؟ والله المعسكر الحمد لله ماشي بصوره كويسه جدا، عاملين ماتشات كويسه مع فريق نادي الاسماعيلي، فريق 2005 وفريق 2003 لسه خسرانين امبارح. كان 2003 الحمد لله كسبنا 1-0، وال2005 كسبنا 4-0. فالامور ماشيه تمام، والملاعب هنا كويسه جدا. يمكن السنه دي ال2003 وال2005 هيلعبوا على النجيله طبيعي. فكان مطالب ان احنا لازم نطلع بره النادي عشان الامور دي تتوفر يعني. واعتقد كمان ان تم الموافقه ان هم يلعبوا ماتشاتهم على النجيل الطبيعي في النادي بعد كده. دي نقطه مهمه جدا يا كابتن يعني. الاول كان بنلعب في كليه زراعه، ويمكن دي كانت مخليه اللعيبه مش حاسه قوي ان هم بيلعبوا جوه ناديهم. فدي كانت فارقه بطريقه كبيره جدا. فالكابتن احمد حسام ميدو وكابتن اسماعيل يوسف كانوا اصروا ان هم يكلموا كابتن عبد الواحد ويتواصلوا مع المدير الفني ان هو يوافق ان الفريق 2003 2005 يلعبوا جوه النادي يعني. فدي كانت حاجه، دي يعني نفسه طيبه، واللعيبه فرحانين جدا. طب بالنسبه النهارده تم الاعلان عن ان ماجد هاني وطارق علاء وكمان طارق علاء لسه ماشي. طارق لسه ماشي من النهارده الصبح من المعسكر، وكان متواجد معانا في المعسكر.
لعيب يعني محترم جدا والتزم من اول يوم في التمارين في فتره الاعداد لغايه لما جات له الاعاره وجه يسلم على المدرب بتاعه على اللعيبه زمايله كلهم ولسه ماشي من 3 4 ساعات كده. وماجد هاني اوريدي خلاص راح كمان. وماجد برضه ماجد بس ماجد ما كانش متواجد معانا يعني. ماجد انا ما شفتهوش من بدايه السنه. يعني هو كان مصمم ان هو يطلع اعاره وخلاص النهارده جات لهم الفاكس الرسمي ان هم يطلعوا وخلاص اللي مشي النهارده من المعسكر هو طارق علاء يعني. ومعاهم حسام اشرف كمان. ومعاهم حسام اشرف. وطبعا جاي من البنك الاهلي لانه يعني اوريدي كده كده كان اعاره للبنك الاهلي. كان اعاره كابتن. ايوه كابتن. متوقع لايه فرقه 2003 و2005 كابتن حازم؟ والله كابتن خالد يمكن خاصه 2005 فيها عناصر مميزه كتير جدا يمكن هم دمجوا السنه دي الفرقه 2005 و2006 لان 2006 اتلغت السنه دي. فاصبح الفرقه دي فيها عدد لعيبه ومميزين كتير جدا. فعلا. فدي انا اللي بيدربه يعني اللي بيدربه الكابتن محمد عبد الله. كابتن محمد عبد الله يعني عامل معاهم شغل كويس جدا ويمكن اول ماتش لعبوه كان ماتش النادي الاسماعيلي وعملوا ماتش كبير طبعا فريق الاسماعيلي فرقه كبيره قدرنا احنا نكسب نتيجه كبيره واداء مشرف بصراحه. انا الفرقه متوسط منها خير انها تبقى قاعده كبيره للدرجه الاولى في اي وقت احتاجوا لعيبه الفرقه دي يعني فيها لعيبه كتير قوي كويسه وبرده 2003 بس انا قصدي ان العدد كبير قوي في 2005 لما الفرقتين اندمجوا اللعيبه الموجودين مميزين كتير جدا يعني. 2005 ده يعني معناهم عندهم 18 سنه. 18 سنه يعني يلعب فريق اول. يلعب فريق اول عندنا ناس يعني في لعيبه كتيره جدا انا اتمنى ان انا اشوفهم في الدرجه الاولى لان اللعيبه مميزين جدا وفي مراكز انا شايف ان الدرجه الاولى محتاجينها يعني في مراكز كتيره قوي الدرجه الاولى بدل ما نادي الزمالك يروح يشتري حد او انا شايف من وجهه نظري ان في لعيبه تقدر تلعب الدور ده احسن من احسن لعيبه الدور المصري. يعني فعلا حازم انت كنت لعيب كبير ولعبت الفريق الاول والفتره اللي فاتت كلها كنت مع النادي يعني يمكن انت مش عايز اقول حظك حلو ولا وحش يعني ان انت السنه اللي انت سبت فيها النادي خسر كل البطولات اللي هي اعتزلت فيها يعني لكن قبليها كنت واخد كل البطولات مع النادي. انت شايف ان اللعيبه اللي موجوده دلوقتي لو خدوا خبرات يلعبوا فريق اول ويكونوا احسن من الصفقات نشتريها بكثير؟ والله كابتن يعني طبعا انا بحترم كل اللعيبه اللي في الدوري المصري بس انا شايف ان القطاع عندنا يعني مليان لعيبه من المواهب اللي هي زي ما عمر خضر طلع من عندنا كده دلوقتي في استون فيلا عندنا بدل عمر خضر 3 و4. فانا اتمنى ان هم يشوفوهم السنه دي وحاجه كويسه قوي ان احنا نلعب على الملعب الرئيسي في نادي الزمالك ودي هتبقى فرصه ان المدرب بتاع الدرجه الاولى والناس في الدرجه الاولى كلهم يشوفوهم. يعني اقول لك حاجه بصراحه طبعا. حازم اتفضل. احنا اتربينا طول عمرنا ان كل قطاع الناشئين بيلعبوا على النجيله. صح. ما فكره بقى ده لعب وحش جدا جدا على النجيل الصناعي ده وخصوصا كمان ما يكون نجيل صناعي سيء. طبعا اصابات يعني. بتكتر اللعيبه ما بتعرفش تتحكم في الكوره نطه الكوره مختلفه الجاريه مختلفه الملعب بيبوظ الركب بيبوظ المفاصل بيعمل اصابات كتيره لا مختلف اللمسه الباصه السنس في الباصه كده لا كل مختلف. طبعا يا كابتن هو في حاجه حضرتك قلتها موضوع الاصابات ده موضوع الاصابات كتير قوي عندنا في القطاع بسبب الملعب يعني الملاعب الترتان دايما اصاباتها وحشه جدا. يعني مشكله في الظهر وكمان مشاكل في الظهر وكل شويه يعني كل شويه بيطلع لعيبه بشكل زي ما حضرتك بتقول من الظهر ومن الاناقل دي دايما الملاعب الترتان بتبقى دي حاجه سبب رئيسي منها. الحاجه الثانيه اللعيبه تشوفها دلوقتي على الملعب احنا دلوقتي في المعسكر الملعب نجيلة طبيعي لا الكره عندهم اختلفت. اختلفت خالص طريقه الجري بالكوره للباصه والاستلامه الحاجات دي بقت سهله بالنسبه لهم عكس ملعب الترتان. الترتان عندنا يعني هو محتاج يتجدد شويه كابتن اسماعيل يوسف كان عايز يعمل ملعب كان عايز يعمل ملعب الفتره دي بس طبعا احنا الضغط عندنا جامد جدا في على الملعبين اللي حضرتك عارف ما فيش غير ملعبين بس صح 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 فشايلين قطاع كله ومدرسه الكوره فهو كابتن اسماعيل كان واعد ان هو ان شاء الله هيعمل ملعب منهم خلال اقامه المباريات في الملعب الدرجه الاولى يعني. فدي حاجه برضه هتفرق كتير جدا مع القطاع ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن حازم امام الصغير شكرا جزيلا لوجودك معانا وكل التوفيق ليك. انا عارف كمان ان اعتقد بكره او بعده مواليد 2007 و8 و9 هيروحوا المعسكر الاسماعيليه برضه صح كده؟ هو يوم الجمعه ان شاء الله الفرقتين هيمشوا خلاص المعسكر بتاعهم في اسماعيليه واحنا ماشيين هيجوا على طول في نفس اليوم ال 2007 وال 2008 وال 2009 ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله كابتن. شكرا جزيلا كابتن حازم امام الصغير. كويس يعني بالتوفيق يعني يهمنا قوي زي ما حضرتك قلت يا كابتن حته ان انت تهتم بقطاع الناشئين
يمكن حصلت مع الراجل فيريرا لما ما كانش عندك قيد والقيد كان موقوف، انت اعتمدت بعد ربنا سبحانه وتعالى على القائمه اللي موجوده واعتمدت ثم على قطاع الناشئين، وده وكان ثمرها حلو. يعني انت جبت 15 جون مع الزمالك، 11 جون في الدوري، 2 في الكاس، 2 في افريقيا، حلوين، ومنهم اهداف تاريخيه. طب الحمد لله. ومنهم 3 بطولات، 3 اهداف ب3 بطولات. طيب نرجع تاني، انت كنت موجود في السنه اللي الزمالك خد فيها افضل نادي في العالم، اه صح، اه اللي احنا خدنا فيها في موسم ونص تقريبا 7 بطولات، صح كده؟ خدنا يعني كل حاجه، خدنا يعني انا قعدت 4 سنين، خدنا دوري والكاس وكاس وافريقيا وبطوله كاس الكؤوس الافريقيه، كاس الكؤوس الافريقيه، وخدنا البطوله العربيه، وخدنا والسوبر الافريقي، والسوبر مصر السعودي. عد بقى يعني، ما بسم الله ما شاء الله. نرجع، كنت قبل ما يخش كابتن حازم هم كنت بتحكي لي على قصه مرتبطه بكمونه وكده، كانت ايه القصه الاول؟ هقول القصه وبعد كده هرجع كمان عشان عايز اعقب على موضوع الناشئين، يعني تمام من الاول اللي انا اتكلم فيها يعني. اتفضل. فكان بنلعب في جزيره رينيون. جزيره رينيون طبعا ده كان ملعب عالمي. دي اول حاجه شفناها اللي هو الترتان، وزي ما حضرتك ذكرت دلوقتي برضه في الموضوع ان الترتان حاجه كواليتي عالي فبيحد من الاصابات شويه، انما هي في الاول والاخر هي اصاباتها باينه يعني. صحيح. فقلت له بقول لك احنا هنرجع مفيش بعديها بثلاث اربع ايام عندنا نهائي الكاس، وبعد انا وكمونه في اوضه واحده. فايه رايك نجيب جزمتين حلوين كده نلعب بيهم الكاس؟ قال لي خلاص ماشي. فنزلنا دورنا في باريس واحنا جايبين جزمتين لوتو بيض، جزمه بيضة، وكانت قليله اياميها، وكان مفيش كتير جزمة البيضة دي، ولوتو، فلعبنا بها، فانا لعبت بها النهائي الكاس. هي كانت اول لبسه ليها اللي لعبت بيها، فجبت بها الجون. فانا يعني كمان حتى ليها طقوسها، يعني انا حتى قبل الجون ما يجي انا كنت كاتب على فانيلا لابسها تحت، بحبك انا بايدي، انا اللي كاتبها بايدي بالقلم كده، بحبك يا زمالك. فانا بعد الجون اللي دخل فينا من ابو جريشه وخالد بيبو، انا توقعت ان في جون هيجي، انا هجيب جول. والله وده حقيقه فعلا، ان انا هجيب جول. فسامي شيشيني ماشي، رحت طلع جنبه، فانا قبليها رحت مطلع الفانيلا بره شويه كده، فقلت عشان لما اجيب الجون يبقى سهل ان انا، والله العظيم والله هذا الكلام حصل، تمام، ان انا اقلع الفانيلا ويبقى سهل ان انا يعني محدش يمسكني واقلعها بسرعه. فبعديها على طول الكره راحت الشيشيني ناحيه الشمال في نص الملعب، وانا رحت ناحيه اليمين شويه. فهلعبها لي، رحت حاططها الايمن ورحت مكمل. جيت اخش لقيته وقف، رحت واقف. خفت، فعمل الاوفر، فراح عملها لي. وقفت اهو، فرحت وقفت اهو. لا بص كمان بعد الجون انا عملت ايه؟ بص الجون انا عملت ايه بقى؟ انا جريت وقلعت الفانيلا ووريت الجمهور رقم 22 وان انا بحبك يا زمالك كاتبها على فانيلا بيضة تحت. يعني انا جريت على هناك، لان انت كمان كانت بالنسبه لك دي اول بطوله بالظبط. يعني لو تخيل اول بطوله بقى، يعني اول بطوله خدها مع نادي الزمالك، النادي التاريخي الكبير اللي اي حد يتمنى ان هو يعدي من جنبه بس. فلما تبقى اول بطوله ليا ان انا اخدها فيبقى فيها الحلم. وكمونه لبس الجزمه البيضة، وكمونه لبس الجزمه البيضاء بس قفش فيها، وانا الوحيد اللي يعني جمهور بقى خلاص. لا والله العظيم لبستها دي بس. ايه؟ لبستها الماتش ده بس 90 دقيقة بس، والله مديها لحد من الجمهور؟ ربطتها ببعضها ورميتها، والشورت رميته والفانيلا، ورحت داخل جوه لابس طقم ورجعت، لان بقيت من غير اي حاجة. الفرحة يعني. من الفرحة. نرجع بقى لقطاع الناشئين. نرجع لقطاع الناشئين. انت كنت انت وكمونه كنت بتدربوا فريق 2004. السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت. وانتوا لغايه انتوا دلوقتي مع بعض برضو في شربين، واحنا موجودين مع بعض في شربين، ان احنا في بلد احمد صالح، بلد الكابتن احمد صالح طبعا حبيبنا وجيلنا، وهو اللي كان ليش يعني حته ان احنا يبقى في ترابط ما بيننا وما بين، او اللينك ما بيننا وما بين مجلس الاداره، كابتن ممدوح جعفر. كابتن ممدوح جعفر، باسم كمان صالح اللي هو اخو احمد صالح، في عضو مجلس اداره مشرف على الكوره. والله طبعا كابتن اشرف خطاب، ناس كلها محترمه، استاذ وليد، كل الناس محترمين. يمكن انا جاي دلوقتي، يمكن انا عايز اقول لك ان انا قلت لهم النبي حضروا لي اي حاجه عشان انا هتحس ان انا جاي من الصومال. يعني وشي طبعا من فتره الاعداد. حته قطاع الناشئين، احنا زي ما حضرتك ذكرت احنا كنا موجودين السنه اللي فاتت، وبعدين مسكنا شربين اخر 5 مباريات، ربنا كرمنا. انت قصدك الصومال عشان الشمس قوي. عشان الشمس. لا طبعا ما تفهمش غلط، الصومال دول على راسنا طبعا، على دماغنا. اثيوبيا والكلام ده. انا جاي من اثيوبيا اللي هي الشمس حارقه يعني. يعني طب انت خدت بقيت برونزاج يا احسن؟ ما انا لا ده انا عملت بره، عملت عمليه تجميل بره قبل ما اخش دلوقتي عليكم عشان ما تتخضوش مني يعني. فمسكنا من السنه اللي فاتت 4 مباريات، ربنا كرمنا كسبنا 3 مباريات متتالي، وتعدينا اخر مباراه
حققنا بعد ما كنا خلاص هننزل او الفرقه هتنزل اخر اربع مباريات كان التارجت مننا يعني كبير جدا من كابتن كمونة ان احنا نمسك في الوقت ده في اربع مباريات بس وهم خلاص هينزلوا والثلاث فرق معاك بنقاس وبنعبئ يعني فرق قويه بتنافس وفرق بتنزل فربنا كرمنا الحمد لله في شربين فربنا كرمنا في اربع مباريات كسبنا ثلاثه وتعادلنا اخر مباراه احنا داخلين اخر مباراه بالناشئين وداخلين اخر مباراه اتعادلنا حققنا مركز تاسع يعني واحنا بعد ما كنت هتنزلوا فالناس مجلس الاداره شربين درجه ثالثه دلوقتي درجه ثالثه كانوا بيثقوا فينا جمهور جميل جدا وداعم كبير جدا فربنا كرمنا والمجلس يعني اعتمد على الله ثم ان احنا نكمل معاهم الموسم ده كمان تمام فانا ليا اعتياد بسيط او حاجه عشان اتكلم بس فيها انما اتمنى طبعا التوفيق لنادي شربين ان احنا ماسكينه ويعني محتاجه منا شقه كبير والمجلس الاداره قطاع الناشئين يا كابتن خالد انا بقول دايما ان الناس اللي لعبت منتخبات ولعبت اهلي وزمالك هي اللي تمسك البراعم وتمسك الولاد الصغيرين في حين ان في ناس بتزعل مني لما بقول الكلام ده لا انا عن نفسي لازم يكون مؤهل لما انا اللي همسك الناس دي يبقى هطلع جيل من البراعم للناشئين اللي احنا بنشوفهم ما فيش اساس ولا تاسيس لان احنا بيجيلنا انا كنت ماسك في قطاع الناشئين مصطفى محمد ده ابني والله طبعا جاري انت اللي دربته هو جاري وانا جبته من الاختبارات وانا كنت ماسك ال 97 مع كابتن نصر ابراهيم لا والله طبعا مصطفى جالي وكابتن اشرف يوسف تعرف ان كان في ناس مش مقتنعين بيه كابتن نصر ابراهيم قال لي اتفرج على الراس حربه ده هيبقى كويس جدا لا في واحد وفي واحد تاني قال لك لا لا يصح طب هقول لك حاجه بقى بس بدون ذكر اسماء طبعا طبعا في اتنين موجودين لحد دلوقتي فيهم واحد موجود وفي واحد مش موجود وكلهم صحابي ولعبنا مع بعض طبعا الاثنين اجمعوا ان يلعب باك رايت ان مصطفى محمد يلعب باك رايت قال لك ما ينفعش راس حرب لا لا قلت لهم ماشي براحتكم انتوا شايفين فالواد جالي وانت كنت بتقول لهم ايه؟ فالواد براحتكم انتوا شايفين انا مش انت كنت بتقول ايه ساعتها؟ ايوه براحتكم انا مش مدير فني ايوه بس انت كنت شايف ايه؟ لا مهاجم والله فمصطفى كان يجي لي لان احنا الفتره دي كانت بعد الكابتن نصر كان هو ماشي من وادي دجله ببلاش صح؟ ما اللي حصل ايه؟ انا هجيبها سريعا الكابتن اشرف يوسف طبعا حضرتك عارفه طبعا مصر كابتن نادي الزمالك طبعا طبعا نجم محترم جميل وحاجه محترمه جدا طبعا فانا كنت عامل الاختبارات بتاعت نادي الزمالك في منطقتي في الهرم فكنا جايبين اللجنه من نادي الزمالك كابتن حسن بصري وسيد حنفي ومجموعه كلها وطارق السيد وجبتهم عندي في المنطقه عندي في الهرم الهرم اساسا وانا لا هو طارق قريب مني شويه بس انا الهرم نادي السمان والاهرامات انا جوه يعني فالناس كانت عملت لي يا كابتن انت من الهرم ما ينفعش واتعملت اللجنه وجينا فجالي ولد قال لي في مصطفى دجله فاحنا بنبقى عارفين مصطفى دجله يعني اكيد بيلعب في دجله حسام زمالك يبقى اكيد بيلعب في الزمالك يعني مش عارفين جولدي يبقى اكيد بيلعب في جولدي فقلت له ماله قال لي 97 يا كابتن وليه 97 وعايز يختبر يعني يبقى هباش يبقى يعني مثلا في اتنين السوبر انا لازم اروح اضغط كان هو كان سلبي بطيء يعني كسلي كسول بس اتطور من نفسه كسول فاحنا بدانا نشتغل على الحته دي كان يجي يقول لي روح قول للواد اقول ماشي فاقول يا مصطفى محرر نفسك شويه انا عايزك تروح اضغط فبدانا نشغل الحته دي جامبو عالي فكنا بنشغل على الكورسات العرضيه كان طول عمره هيدرز كنا بنشغل على الكورسات العرضيه على طول فتوح شغال من ناحيه اليمين وبندق من ناحيه الشمال كنا على طول شغالين فلما جه بعد الاربع سنين دول جينا مسك جهاز تاني فانا كنت موجود مع الجهاز التاني وطلبني بالاسم ان انا اكون موجود لان انا بقالي اربع خمس سنين مع ال 97 مع الفرقه الجهاز التاني بقى قال لك ايه؟ فالمدير الفني بقى اللي في الجهاز التاني والمشرف او رئيس القطاع او الموجود قال لي الواد ده باك رايت جامد قلت لهم يا جماعه انا ما اعرفش بس ده مهاجم اللي انتوا شايفينه اعملوه انا مش انا اللي بس انا وجهه نظري ده مهاجم يا جماعه فمحمد مصطفى جالي قال لي يا كابتن قلت له هيرجعوك مكانك مش هيلاقوا حد هيرجعوك صدقني اشتري مني بس اشتغل ما تملش اشتغل راح ملاعبينه باك رايت ولعبوه ما فيش كام تمرينه وبعد كده يرجع مكانه تاني لا يا باشا محتاج وبعد كده ابتدى يتألق خلاص بقى بص يا كابتن انا قلتها في اكتر من مكان انا ليا سبب بعد ربنا سبحانه وتعالى في حاجه في ناس بعديه كملت حاجه تانية يعني في معديه مدحت وبعديه ميدو وبعد كده مسك كمونه يعني في بعديه ناس تانية في المحلة لما راح طلع الجيش ولما راح طنطا احنا كلنا كملنا الحال لغاية ما رجع الزمالك كسر الدنيا واحترف انا ليا سبب بعد ربنا سبحانه وتعالى في كده حضرتك في سبب كمان حضرتك بنكمل هرجع للناشئين تاني لما جينا عشان نخش الناشئين انا كان يهمني ان انا ابقى موجود في الناشئين انا بقول اهو ماشي انا كان موجود المفروض ان اكون موجود في الناشئين انا مش هشحت
حد يعني يتصل بيا ويقول لي تعالى امسك او انا مش هشحت اروح للناس اقول لهم يا جماعه انا عايز امسك. احنا اولاد النادي، احنا عملنا تاريخ في النادي، صح. احنا واخدين بطولات في النادي. احنا الجيل بتاعنا احنا مهمش، الجيل بتاعنا حقيقي اللي هو خد كل البطولات، لا مهمش، لا مهمش حقيقي. وانا اول مره اقول الكلام ده فعلا، ان انا مستاء جدا 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 من اللي انا بشوفه على الساحه. انا بشوف حاجه في المجال في اللي احنا فيه ده، بتشوف ناس ما لهمش علاقه بيمسكوا قطاعات الناشئين بالواسطه ومدربين ومدربين شغالين وانديه شغاله. القطاع والاستثمار، مش الاستثمار غلط، ايه الاستثمار ده؟ الاستثمار اللعيب اللي ما بيعرفش يلعب زي اللعيب اللي بيعرف يلعب. لا، الاستثمار الصح، هقولها كلمه سريعه عشان الكلمه دي مهمه جدا. الاستثمار الصح، الاستثمار الصح، مش الاستثمار اللي بنشوفه ده بيدفع وده بيدفع. انا بقيم اللاعب ده، لعيب مميز يلعب، لو اللاعب مش مميز ممكن يدفع عشان يخدم اللي بيدفع اللي ما بيدفعش. بس يهمني قوي ان انا اطور من ده، يزيد في المستوى. لما يجي يزيد في المستوى اكافئه. اكافئه بايه؟ اشيله من حته ان هو يدفع يروح ما يدفعش عشان مستواه زاد، وادخل واحد وراه وادخل اثنين وثلاثه عشان يدفعوا ويجيبوا ويبقى فيه مسانده والدنيا تمشي. انما الاستثمار اللي احنا بنشوفه في مصر ده صعب. قطاع الناشئين يا كابتن عندنا في النادي، انا زعلان حقيقي، انا اول مره اقولها. احنا مش هنشحت ان احنا نروح للناس نقول لهم يا جماعه بعد اذنكم احنا عايزين نشتغل. عيب عيب، احنا اسامينا كبيره، اذا كنت انا ولا كابتن كمونه والناس الجيل بتاعنا. انا ما بشوفش على القناه هنا اهدافنا ولا ماتشاتنا. حتى ماتشاتنا لما تيجي يجيب لك ميني ماتش، بص الاقي ايه، وبص الاقي ماتشات. يعني انا شايف ماتش النهارده على القناه مش عارف المقاصه والزمالك يعني ماتش ايه؟ عايزين عشان حاجه بطوله. انا كان نفسي في نادي الزمالك يجي يقول لي تعالى انت فين، مش تعالى اشتغل. لا، احنا مش هيحدش هيفتكرنا الا في حاجتين بس، وهقولها والرزق على الله. هم حاجتين قلتها قبل كده بس يمكن ما حدش شافها وسمعها، كانت على قناه كده مش مرئيه. يعني احنا ما حدش هيفتكرنا الا لما نمرض ويقول لك يا الله يمسيه بالخير، ده مريض، ده الراجل ده هو كان فين. ولما نموت هيقول لك الله يرحمه. الله يرحمه. لا بس انا عايز اقول لك لا يا كابتن، لا انا زعلان جدا، وكمونه زعلان. قناه الزمالك دي كانت ليها دور مهم جدا ان عرفت اجيال. انا معاك يا كابتن، يعني انا مثلا اجوانك اللي احنا كابتن. طب هقول لك حاجه، انا جايب اجوان كتير وجايبين بطولات كتير، انا ما بشوفش تقارير. هات لي كده حسام عبد المنعم ده كان موجود، ما يعني في ناس تقيل. يعني انا بشوف حاجه على القناه، تقريرات على القناه للعيبه، انا اسف في اللفظ، يعني انا اسف، ما عملوش حاجه في النادي، لا ما خدوش بطوله، ممكن يكون واخد بطوله ولا بطولتين عشان ما ابقاش كداب. انت واخد كام بطوله مع النادي احسن؟ انا واخد 13 بطوله في 4 سنين يا جماعه. 13 بطوله في 4 سنين. انا ما شفتش حد قال علينا كلمه في الجيل بتاعنا، مش بلاش. انا مستضيفك اهو حسام، ده شرف ليا يا كابتن مصر. حبيبي، انت عارف انت حبيب عمري طبعا، حبيبي، ويعني حبيبي، ربنا معاك وان شاء الله رساله وصلت. ان شاء الله رساله وصلت يا حبيبي، واتمنى ان شاء الله باذن الله للقطاع الناشئين. طبعا نادي الزمالك اسم كبير، ونتمنى طبعا التوفيق حتى الدرجه الاولى بالموجودين. الراجل اللي معانا مدرب جميل جدا جدا حقيقي، بس الناس دي تشتغل معاه وهيلاقوا حاجه حلوه ان شاء الله. حبيبي، وبشكر حضرتك يا كابتن خالد، بشكر الناس اللي عملوا لي الشغل الجميل اللي احنا شايفينه ده. حبيبي، بشكر قناه الزمالك، شكرا جزيلا. شكرا كابتن حسام عبد المنعم. نطلع الفاصل ونستقبل طبعا الصحفيين المحترمين، استاذ مصطفى الجويري رئيس المنظومه الاعلاميه والصحفي والكاتب الصحفي الكبير بالوفد، وايضا الناقد الرياضي الكبير الهادئ الطباع عمر الايوبي باليوم السابع. يلا بينا. ورجعنا لكم مرة أخرى، ومعايا ومعاكم طبعا الصحفيين المحترمين الأستاذ مصطفى الجويلي رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك. أستاذ مصطفى ازي حضرتك؟ أهلا بيك كابتن خالد، نور طبعا، والناقد الرياضي المميز جدا اليوم السابع الأستاذ عمر الأيوبي. أستاذ عمر ازي حضرتك؟ كابتن خالد ازي حضرتك، عامل إيه؟ أخبارك إيه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. طيب، من خلال بقى رئاستك للمنظومة الإعلامية، طمنا على فريق نادي الزمالك، على أوزوريو، على عبد الواحد سيد، على المباريات، المباراة القادمة مع الفريق الجيبوتي. انا عايز الاول بس اقول طبعا بالنسبه لاوزوريو، يمكن انا الجهاز الفني يمكن عامل شغل كويس الفتره اللي فاتت دي. طبعا مستر اوزوريو مع الجهاز المعاون اللي موجود معاه، الكابتن مدحت عبد الهادي، كابتن احمد مجدي، محمد عبد المنصف، كابتن عبد الواحد طبعا السيد. كابتن وعلى رسوم طبعا الكابتن عبد الواحد السيد، يمكن هم رغم ان في اجازه ان هم يمكن متواجدين بصفه دايما يمكن في النادي، بيجهزوا بقى لفتره الاعداد. الفترة الإعداد دي كان بدأت بيه النهارده، كان في قياسات طبية
موجودة في أحد المراكز مدينة 6 أكتوبر تحت إشراف الدكتور محمد أسامة. يمكن عايز أقول لك النادي الزمالك هو الوحيد اللي بيعمل قياسات دي في مصر. في مصر يعني حاجة علمية، حاجة جميلة. سبحان أسامة دكتور مش سهل يعني. ده كان هيحترف في الأهلي. يمكن عملها السنة اللي فاتت. يمكن جاله عرض احترام. يمكن هو عملها السنة اللي فاتت وعملها والسنة دي برضك بدأت النهاردة مجموعة من اللعيبة وهتستكمل بكرة، هتختتم بكرة بباقي اللعيبة تمهيدا لفترة الإعداد. فترة الإعداد فين بقى؟ يمكن اللجنة الثلاثية، يمكن دكتور عماد البناني و دكتور عماد مناني والاحمد فؤاد وطن طبعا محاسب مميز. وعندنا كمان طبعا الاستاذ شريف شعراوي ايمن شعراوي. طبعا الكابتن ايمن شعراوي يمكن هم شغالين الفتره اللي فاتت، يمكن اجتماعات مستمره. كان في اجتماع مع الكابتن عبد الواحد السيد خلال اليومين اللي فاتوا دول، اتحلت مشاكل كثيره جدا يعني. يمكن كانت اول مشكله ان انت كانوا بيجهزوا الاول لرحله تنزانيا، انت عارف ان الفرقه هتلعب مع تنزانيا جيبوتي، اختاروا ملعب تنزانيا. ملعب تنزانيا يمكن تحدد المباراه، تحددت ليها يوم 16 والسفر هيبقى يوم 13 ان شاء الله. خلصوا التاشيرات، التذاكر، الاقامه، ملاعب التدريب، كل الموضوع ده خلص تماما. تم برضك الموافقه على عمل معسكر داخلي هيبقى يبدا يوم 4. يوم 4 يوم 4 على طول، يوم هم يقدروا هيبداوا يوم 1/9 اللي هو تقريبا فتح باب الانتخابات. تقريبا هو يوم 3 بالليل تقريبا و4 يوم 4 هيبقى في احد فنادق مصر الجديده. مصر الجديده مش هيروح اكتوبر، هم كان بيقولوا الاول اكتوبر. لا هيبقى في مصر الجديده، وهيبقى تدريبات في ملعب الكليه الحربيه. خلاص وتم الاتفاق مع الكليه الحربيه. التدريبات يعني التدريبات مش المباريات، عشان البعض مفكر ان الزمالك هيلعب مباراته في الكليه الحربيه. لا ده هيبقى تدريبات، هيبقى جنب يعني جنب الفندق. هيبتدوا يوم 4 قاعدين في الفندق بيتمرنوا 4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 بعد كده 12 ياخدوا اجازه ويرجعوا 13 يسافروا. بالظبط كده. يمكن كمان اتفقوا كمان ان هم هيلعبوا ماتشين وديين، هيبقى في ماتش يوم 7 وماتش يوم 11. ماتش يوم 7 و11. ماتش يوم 7 هيتلعب مع السكه الحديد طبعا اللي بيقوده الامير عزمي مجاهد. الامير عزمي مجاهد هيلعبوا يوم 7 ولسه يوم 11 لسه ما تحددش الماتش التاني. ما تحددش تاني. يمكن كمان تم الاتفاق على طبعا اسوريو خد كل مستحقاته اللي هي المتاخره، وكان في كان فاضل له شهر تم صرف الشهر دوت، وبيتم حاليا تجهيز جزء كبير من مستحقات اللعيبه، بحيث ان اللعيبه قبل فتره الاعداد يتحول لهم في الحساب بتاعهم جزء كبير من المستحقات اللي متاخره. وفي الفتره الجايه برضك هيتم فتح الملف الخاص بتجديد احمد فتوح، وطبعا مستحقات زيزو، والتجديد ايضا لمحمد صبحي. فهم ماشيين دلوقتي يعني خطوه خطوه. يمكن انا شايف ان هم ما بيتكلموش كتير، ولكن الانجازات بدات او الشغل على ارض الواقع ان في مشاكل بدات تتحل. يمكن كان اخرها النهارده برضك، يمكن النهارده كان صرفوا رواتب العاملين بالليل. دكتور عماد كان قال كده امبارح. يمكن صرفوا النهارده بالنسبه للعمال اللي هم بعد يعني هيتم الصرف تدريجيا يعني. اللي هم اقل من 3 4000 جنيه بالظبط كده، وبعد كده الاعلى فالاعلى بحيث ان هو يخلص الجزء ده. فيمكن ماشيين بخطوات سليمه في ملف الكوره، خطوه خطوه بيحلوا المشاكل دي بحيث يبقى في عملية تركيز وبيوفروا المناخ الهدوء لفريق الكرة في فترة الإعداد اللي هتبدأ إن شاء الله 1 سبتمبر. طيب أستاذ عمر، تعيين اللواء حسن موسى ثم رحيله، كان في كلام أن وزارة الرياضة كانت مصممة على أن الانتخابات تقام فورا، أن الزمالك لن يذهب للجان مرة أخرى، وان لابد ان يكون هناك مجلس منتخب، خصوصا بعد ما تقدم المجلس المنتخب بالاستقاله ورحيل رئيس النادي المستشار مرتضى منصور. جاء اللواء حسن موسى اول قرار ان هو لن يكون هناك انتخابات حاليا. وحصل بعض الكلام يعني على فكره انه مشى ناس كتير من النادي وبتاع، فهذا لم يرضي وزاره الشباب والرياضه اللي كانت مركزه على ان رئيس اللجنه او اللجنه اللي هتدير النادي لازم تيجي اول يوم واول اجتماع ليها لابد ان يكون هناك انتخابات، عشان كده تم التغيير. رايك في ان اول يوم للدكتور عماد البناني هو تحديد موعد للانتخابات وموعد سريع جدا؟ بص، خدت خالد، بسم الله الرحمن الرحيم.
يعني اللي يقولوا مثلا اللي هو حسن موسى او غيره هو دايما بيتكلم مع الدوله المصريه. الدوله المصريه بكل وضوح هي هدفها استقرار نادي الزمالك، عايزه لم الشمل سريعا، عايزه انتفاضه لنادي الزمالك وتحل كل مشاكله سريعا. وده اللي من اول ما استقالت مجلس الاداره نادي الزمالك كان على طول تعيين اللجنه الثلاثيه، بغض النظر الافراد بتقول ايه، لكن انت بتتكلم في الدوله ممثله في الوزير الدكتور اشرف صبحي كان تصريحه واضح يوم تعيين اللجنه، قال ان الانتخابات 45 يوم. ده تصريح الوزير، ده اللي انت تاخده، ما تاخدش بقى يعني اللي هو حسن موسى او تاخد من اي حد. لا، ما هو في النهايه برضو اللجنه الثلاثيه هي اللي هتدعو للانتخابات. ممكن يبقى هو لسه مش عارف دوره جاي ايه. هو دوره تسيير اعمال حتى موعد الانتخابات. تمام. يكون يصرح باي حاجه، ياخد اي تصرفات يتحملها هو شخصيا. لكن الامور واضحه اكتر لما ايه زمان البنان جه، راجل دوله قبل كده قائم بعمله وزير قبل كده، مرتب اموره كلها واضحه جدا، في تصريحاته واضحه جدا ان هو جاي تسيير امور حتى الانتخابات، ده دوره الاساسي، ما فيش اي دور تاني. ومع تسيير اعمال النادي، تجهيز الانتخابات وتسيير النادي، وزي ما انت حكيت لسه دلوقتي رواتب العاملين، جلسه مع الجهاز الفني، جلسه مع عبد الواحد السيد، تجهيز السفريه لتنزانيا، كل امور هتلاقيها بتمشي واحده واحده، كل الامور دي بتعدي. اعتقد امان البنان رجل شخصيه واضحه مرتبه، بغض النظر بقى بموضوع الانتماءات الاهلي والزمالك والكلام ده موضوع. بس هو انا عايز اسال سؤال، هل فعلا مجرد صوره؟ يعني الراجل كان ضيف في قناه النادي الاهلي، طب كابتن طه بصي ظهر في قناه الاهلي، وكابتن حلمي طلاب ظهر في قناه النادي الاهلي، كابتن مصطفى يونس كان عندنا في قناه النادي الاهلي، ممكن تكون ظهرت زمان في قناه الاهلي عادي، وانا ظهرت زمان في قناه النادي الاهلي، شيكابالا ظهر في قناه الاهلي، هي انا قصدي ايه، ليه الحمله دي؟ هو الراجل حاله فوضى في الاجواء السوشيال ميديا. ماشي، كل مجموعه تنتمي هدفها حاجه تعملها، فاهم؟ وده اللي قلت لك عليه قبل كده. بس في النادي حصل مظاهرات، يعني في النادي، او مش مظاهرات يعني اعتراضات، كلام اتقال ان في جبهات في النادي وان شغل الانتخابات ابتدى. ما هي اجواء الانتخابات خلاص، هي اجواء الانتخابات، انت بالفعل الانتخابات من يوم 4 ليوم 10 سبتمبر كانت حلوة ترشيح، واحنا بنتكلم دلوقتي حتى قبل ما نظهر في الهواء، انت بتتكلم في اسماء الناس ابتدت تقول ان هي هتخش الانتخابات، ان في بالفعل اسماء اعلنت ان هتخش الانتخابات. كل فعلا؟ زي مين اهو؟ استاذ حسن ممدوح، استاذ حسين لبيب، في اسماء كتير جدا كامل احترام ليهم. رسمي؟ هو بيعلنوا رسمي. لما تفتح حبيب الترشيح هتعرف بقى، اصل انت كل واحد بيتكلم في طموحات كتير جدا، واحد هيبقى معاه قائمه قويه جدا. لما تيجي تبتدي تقدم هتلاقي الموضوع مختلف، خاصه الموضوع هيكون يعني الامور هتظهر بشكل اوضح مين اللي هيخش الانتخابات. هو ليه نادي الزمالك لا يترأسه نجم كره قدم؟ يعني ليه على مر العصور كده، مع كل احترام في ناس يعني، بس الفتره الاخيره ايه؟ ده ليه؟ منور ده كان نجم كوره. ماشي، بس يعني قصدي ان في نجوم كتير، يعني قصدي ايه، يعني في الكوره بالذات، لان نادي الزمالك نادي كوره اكتر على ما اعتقد يعني. لكن مثلا شفنا مثلا ترقصوا مثلا في كره اليد، ترقص كره الطايره، يعني كره ملاكمه وكره يد برضو الدكتور كمال درويش على ما اعتقد يعني. يعني ليه دايما مع ان النجوميه الاكتر بتكون للعيبه الكوره، صح ولا لا؟ بس صراحة برضه يعني ليه ما فيش حد بيجتمع بس نجوم الكوره لما بيخشوا بينجحوا، يعني في منهم بيصير موجود. كان عندك اسماء. بس الرئاسه لا، ما شفتش حد رئاسه، ما فيش ولا نائب حتى، ما فيش حد فكر. ما فيش حد فكر، ما فيش حد من النجوم الكبيره فكر. لكن اقول لك على حاجه، كابتن حسن شحاته ساعه لما كريم شحاته دخل التحسين، وقف مجرد ما وقف جنبه اكتسح الاصوات عشانه. كابتن اسماعيل يوسف بياخد اعداد كبيره جدا، كل نجوم الكوره لا بيكونوا موجودين. جرب انت وخش كده هتشوف. لا انا لو جربت هنجح ان شاء الله باذن الله. طبعا اكيد هنجح حاجه. احنا لا بس انا يعني انا والله يعني لازم في اي مجلس لازم على الاقل في اتنين كوره، لازم. انا وجهه نظري يعني. ولا ايه رايك يا استاذ مصطفى؟ طبعا، هو احنا كان عندنا كابتن جمال عبد الحميد كان موجود في المجلس اللي فات، قبلها كابتن اسماعيل يوسف كان وكابتن حماده امام الله يرحمه، كابتن زمان كان متواجد، شغل عضو مجلس اداره، وشغل نائب رئيس نادي برضك، وشغل سكرتير سكرتير عام النادي، يعني برضك في نجوم، وكابتن نور الدالي. وطبعا لازم مجلس، اي مجلس اداره لابد ان يكون فيه جميع الاختصاصات، يكون فيه حد اختصاص في الالعاب الاخرى. حازم امام كان موجود برضه، حازم امام يعني لازم اي مجلس يكون فيه
كل الخطط موجوده. كابتن ابراهيم يوسف كان نجح في 9 برضه، لما نجح لوحده ما كانش في قائمه، نجح لوحده الله يرحمه. هو اللي يمكن هو المطلوب يا كابتن خالد ان احنا محتاجين لحاله استقرار داخل نادي الزمالك. مش مطلوب حاله فوضى في نادي الزمالك يعني المرحله، عشان كده لازم انتخابات سريعه. المرحله وكده يمكن كان الوزاره كانت حريصه جدا ان يكون في انتخابات، يعني احنا عايزين استقرار، عايزين ناس تحب نادي الزمالك مش ناس تنهش في نادي الزمالك. عايزين ناس تخاف على نادي الزمالك مش ناس تخوف اعضاء نادي الزمالك. عايزين ناس تكون تدور على مصلحة العامة نادي الزمالك، ما تدورش على مصالحها الشخصية. مش عايزين ان احنا ننبش في الماضي ويبقى في خلافات شخصية نطلعها، كل ده بيضر باستقرار نادي الزمالك في الفترة دي. خلاص اللجنة زي عمرو دياب كده ما قالك ما بلاش نتكلم في الماضي. بالظبط، يعني احنا لان خلاص اللي جاي المستشار مرتضى منصور رحل عن نادي الزمالك طواعية ومشي خلاص، والمجلس استقال برضاه لان ما كانش حد يقدر يمشي المجلس طبعا، لان هم استقالوا لقوا ان الوضع صعب وان في حرب من كل اتجاهات طبعًا. فشافوا ان مصلحه النادي ان هم يمشوا فمشكورين وبالتالي يدوا الفرصه لحد تاني يصلح. فكان قرار القرار اللي هو صدر بالنسبه للدكتور عماد البنان هو يجي قرار واضح وصريح ان انت تدعو انتخابات. تدعو انتخابات ليه؟ تدعو انتخابات باقصى سرعه عشان يكون في مجلس منتخب موجود، عشان يكون في استقرار في نادي الزمالك. عماد البنان هو اصعب وقت دلوقتي، الدكتور عماد البنان مش جاي هيصفح حساباته محد، هو جاي عشان كده كان اول اجتماع لمجلس اداره اهم قرار فيه اللي هو فتح باب الترشيح يوم 4 والانتخابات يوم 20 اكتوبر. خلاص يوم 4/9 اي حد عايز يقدم يقدم. اي حد عايز يقدم انتخابات، اي عايز حد يقدم نفسه. ناس كتير كانت بتتكلم في الفتره اللي فاتت، وناس كتير كانت وطلعوا بيانات وطلعوا بيانات، الفرصه جات لكم الفرصه. يبقى انا ليه اعمل فوضى في نادي الزمالك؟ ليه يبقى في ارهاب لاعضاء نادي الزمالك؟ ليه يبقى في وقفات في نادي الزمالك؟ هو الراجل ده راجل اداري يعني، راجل دكتور وعلى فكره عنده دكتوراه في الاداره الرياضيه، لا يعني هو لا يعني كان قبل كده بدرجه وزير يعني فاهم في الجمعيات العموميه، فاهم في القانون. حتى ما يعمل جمعيه عموميه هيعمل جمعيه عموميه صح، بحيث ان هي ما حدش يطعن عليها، ما حدش يطعن عليها. هيطلع قرار مش عارف تنقيه العضويات من اللي هو ليه حق التصويت وغيره وغيره، بحيث ان هو يهيئ جو الانتخابات. فاحنا كل واحد بقى عايز يخش انتخابات يركز، ما يركزش بقى في مدير التنفيذي يمين ولا غيره او المجموعه جايه تشتغل لمده 45 يوم وهتمشي. يعني مش ناس جايه تقعد مثلا لسنتين ولا سنه ولا جاي زي لجنه ولا حاجه. ولا حد طمعان في كرسي ولا حد طمعان في اي حاجه خالص. هم مش مشتركين في النادي اساسا. يعني الدكتور عماد مش مشترك في النادي اساسا، ملوش فكل يعني حتى انا شايف عضو جماعه عموميه ملوش صوت أساسي. الناس اللي هي عايزه ترشح نفسها ان هي المفروض تخاف على نادي الزمالك الفتره الجايه دي. ما هو للاسف الخوف من حاجه ان كان في ناس عايزه حد يكون موجود يمهد للانتخابات، يعني يظبط يفضي يمشي يعني عارف اللي هو يعمل ايه تظبيط عشان المجموعه دي تنجح، المجموعه دي تسقط، المجموعه دي اتداس عليها المجموعه يعني. فجه واحد ولا ليه في هنا ولا هنا، فده طب يعمل لغط من هنا ومن هنا. وبعدين انا عايز برضك السوشيال ميديا يا جماعه تساند نادي الزمالك، يعني السوشيال ميديا تحس ان بقى في انقسامات يعني هي عامله انقسامات ما بين الجمهور، بقى في سياسه التشكيك، التشكيك في كل حاجه، التشكيك في الاشخاص، التشكيك في النادي، التشكيك في كل الموجودين. فانا لازم الناس كلها تتحد مع بعضيها عشان خاطر نادي الزمالك. لكن انا اللي انا شفته انا بجد حزين، يعني انا حزين على اللي حصل اول امبارح. يعني يعني راجل مسؤول وراجل مكلف جاي يعمل انتخابات يتعامل معاه كده؟ ما ينفعش. ما ينفعش يا جماعه، ده انا كده بقى. وانا عندي ثقه كبيره جدا ان الدكتور اشرف صبحي حريص جدا 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 على كيان اسمه نادي الزمالك، والله انا يعني متاكد مليون في المية. يعني كل اعضاء الزمالك اعتادوا في الفتره اللي فاتت في امن، يعني حتى في الانتخابات اللي فاتت اللي كانت معموله كان المستشار مرتضى منصور كان عامل نظام معين يا خالد ان كل واحد بيسجل فيديو وبيعرضه على الشاشات من الناس اللي هم المرشحين، بحيث ان كل عضو يجي نادي الزمالك بيبقى قاعد في امن وامان، ما بقاش بقى فيه ممكن اصل انت تخش انتخابات وفي جبهات منافسه مع بعضيها لابد انها تحصل خلافات، ممكن تحصل معارك لا احنا عايزين نحافظ بقى على القصه دي في الفتره الجايه دي، ان احنا يبقى نادي الزمالك فيه امن وامان. صحيح. ان الاعضاء ييجوا ويبقوا مش خايفين ان تحصل اي حاجه، المرشح عادي كل واحد يرشح نفسه ويقدم نفسه، يقدم البرنامج بتاعه اللي هو موجود اللي هيقنع بيه الاعضاء. واعضاء انا واثق ان اعضاء الجمعيه العموميه نادي الزمالك هم اعضاء محترمين جدا واعضاء عندهم وعي
وهم هيقدروا يختاروا الاصلح صحيح. بالنسبه لهم في الفتره الجايه دي. انا عايز اقول حاجه بس، رساله كده لكل واحد قرر انه يدخل الانتخابات. قناه الزمالك مش هتكون منحازه لحد خالص، قناه الزمالك هتكون على الحياد، وهيكون في ممثلين لكل قايمه. افرض في قايمه ممكن يجي الرئيس بتاعها يعرض برنامجه، ممكن النائب بتاعه معاه، ممكن عضو مجلس اداره، ممكن واحد تحت السن. نفس القصه لو في قايمه تانية، نفس القصه لو في ناس مستقلين، يعني ناس قرروا ان هم ينزلوا، واكيد كمان هيكون في لعيبه كوره اللي هيتقدموا بطلب العضويه او التواجد في مجلس اداره، هيكون ليهم دور ويتواجدوا ويقولوا وجهه نظرهم ورايهم ودورهم اللي ممكن يقدموه لكره القدم بالذات، اللي هي اللعبه الشعبيه الاولى اللي في مصر وفي نادي الزمالك بالذات. طبعا هي دايما الكوره هي التوهج الكبير لاي حد. فقناه الزمالك هتكون ممبر لكل دول بمنتهى الحياديه، وبنتمنى ان اللي ينجح وجماعه عموميه تختاره يكون قادر على ان هو يتحمل المسؤوليه. انا من دلوقتي اللي عايز يرشح نفسه للانتخابات ما يجيش يقول لي ده مصيبه ودي كارثه وعندنا مشاكل كبيره ومفيش فلوس يعني الكلام ده. حضرتك لو شايف ان ده كده ما ترشحش نفسك، يعني حضرتك انت عايز تعمل بروباجندا ان انت عايز ترشح نفسك وبعد ما تنجح وتبقى خدت اللي انت عايزه وتيجي تقول لي انا ما عنديش مشاكل وعندي، ما ترشحش نفسك. مش هي مش بونبونايه، نادي الزمالك مش بونبونايه الواحد بيروح ويتصيط ويبقى نجم النجوم ومشهور وفي مجلس اداره، لان اي واحد بيبقى في مجلس اداره في نادي في قيمه نادي الزمالك بيبقى نجم، بيبقى مشهور، بياخد يعني اعضاء مجلس الادارات في الانديه ما بياخدوش فلوس، لكن بياخد اكتر من الفلوس، بياخد شهره وبياخد وضع اجتماعي، وممكن كمان شغله الاساسي يمشي لو هو في مجلس اداره الزمالك. الزمالك بيعلي اي حد طبعا. فما تيجي حضرتك ترشح نفسك ما تجيش تقول لي بعد كده ايه ده انا عندنا مشاكل، ده انا عندنا مصيبه، ده عندنا كارثه. حضرتك وانت جاي وعارف ان الزمالك عنده مشاكل كبيره جدا. ايه رايك يا عمر؟ بص، لا كلامك صح. بص دلوقتي هو يعني كل الفترات اللي فاتت دي، فتره الحجز، فتره المشاكل، فترات تدي الخناقه على مجلس الاداره كان موجود. كل واحد عندك طموحات، اصل انت الفرصه متاحه بقى. يعني كنا دايما تقول لك الانتخابات الساحه مفتوحه، صح، والمساحه مفتوحه لكل الناس بالتساوي، وجت بدري. يعني كان المجلس المنتخب كان فاضله سنتين وشويه، انت جات لك بدري. جات لك بدري، وانت عندك الدوله مش واقفه مع حد ضد حد. اللي هينجح اللي في الصندوق هو اللي هينجح، اللي هيقدر عنده ثقه او عنده اصوات يخش. مفيش حد هينجحك غير السي في بتاعك، البرنامج بتاعك، الهدف اللي انت زي ما انت قلت. الموضوع انت مش جاي رحله، لا انت جاي في مسؤوليه كبيره. صح، عندك ازمات كتير، ملايين من البشر بيشجعوا الزمالك. لا طبعا، لا مسؤوليه ان انت اسعاد الجماهير دي رقم واحد، ثم بعد كده ازاي تسعدهم، ده اللي انت بقى المسؤوليه دي هتعملها ازاي. اللي انت عندك فريق كوره بيستعد، وانا عايز اقف عند الحته دي واتكلم فيها خالد، مهمه جدا. ان انت في ازمه الزمالك، في ازمه الحاليه دي كلها، ابناء النادي كلهم واقفين بصراحه، يعني ابو واحد السيد بيقوم بدور شغال. ممكن تيجي تتكلم على فكره، احنا عندنا اجتماع يوم الاحد كل لعيبه الكوره في النادي. والله والله يوم الاحد مع كابتن ايمن يوسف في بيت كابتن ايمن يوسف، ومع لعيبه باسكت وطايره وسله، كل نجوم النادي كلنا مجتمعين، كل لعيبه الكوره وكابتن ابو رجيله جاي. لفته جميله جدا، وده الصح، عشان عايزين نشوف النادي وضعه نعمل ايه. ما هي اللعيبه دي يا كابتن خالد، ممكن حتى لو تم ترشيح حد من المجموعه كلنا نبقى في ظهره يا كابتن خالد. ما هي اللعيبه معاه كابتن خالد، ما هي اللعيبه دي اللي عامله شعبيه الزمالك. يعني اللعيبه اللي موجوده دي هي اللي بتعمل شاركت في شعبيه الزمالك. اللعيبه دي اكثر واحد هيحس بيها اللي لبس التيشيرت و10 لحظات بيخسر وبيكسب، وهم هو الزمالك اللي خلاهم نجوم. طبعا طبعا، هو الزمالك فتح بيهم. دلوقتي رد الجميل زي ما بقول لك، انا لسه بقول لك ابو واحد السيد طول الوقت شغال، كابتن اسماعيل يوسف في قطاعات الناشئين طول الوقت شغال، ميدو موجود كل يوم بيتفرج، هو وحمزه وحازم امام موجودين. كل ابناء النادي موجودين، ودي حاجه ولا حاجه، ما فيش حد بياخد فلوس ولا حد، بالعكس ده هم في منهم بيدفعوا فلوس من جيبهم. دي الحاجه المهمه جدا انت بتتكلم. وسيريو نفسه بيدي درس برضه، ان انت راجل اجنبي وعنده المشاكل ما سافرش، لان هو اي حد غيره في العالم هيسافر يرجع بلده، لا مستمر موجود. حتى بيقولوا يعني هو خد مستحقاته، بس ما كانش عامل مشكله ولا عامل ضجه ولا صحيح. دي المواقف، الناس المفروض بقى الناس اللي بره تبقى عندها مسؤوليه في نفسها باذن الله. ان شاء الله. استاذ مصطفى شكرا جزيلا لوجود حضرتك معايا. شكرا يا كابتن خالد. شكرا طبعا استاذ عمر الايوبي، شكرا جزيلا لوجود حضرتك. شكرا لكل مشاهدي
قناة الزمالك وبرنامج زملكاوي. بكرة حلقة جديدة، تصبحوا على ألف مليون خير.